السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرا للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل تمارين 4 جبر على الدرس الرابع في الوحدة الأولى جبر طلاب الصف الثالث الإعدادي دفعة 2024. حلينا مع بعض أول 3 دروس جبر وجه الدور على الدرس الرابع، وحلينا الوحدة الرابعة حساب مثلثات اللي هما الدرسين بتوع النسب المثلثية للزوايا الحادة والزوايا الخاصة، حلينا الدرسين بالكامل. بنهاية الدرس النهاردة يبقى احنا خلصنا وحدة جبر، وحدة حساب مثلثات هيفضل لنا بأمر الله وحدة جبر ووحدة هندسة، هننزلهم خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله، يعني وعلى أول 10 اللي هو بداية دخولك المدارس بأمر الله هيكون المنهج خلصان معاك بأمر الله. لو انت اول مره شفته ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس وتضغط لايك وتشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. طيب السؤال الاول باشمهندس، طبعا مسائل على الداله الخطيه والداله الثابته، احنا عندنا الدوال كثيره الحدود، انت هتدرس الخطيه وهتدرس الثابته وهتدرس التربيعيه. مسائل الخطيه والثابته هيبقوا في جزء واحد دلوقتي، الفيديو كله هيتصور كامل زي ما احنا متعودين، ولكن هو الكتاب مقسمها جزء الداله الخطيه وجزء الثابته والجزء لوحده اللي هو الداله التربيعيه. فهنا السؤال الاول بيقول لي اذا كانت داله س بتساوي 7 فان د سالب 3. خلي بالك دي بنسميها داله ثابته، ليه؟ لان ما فيش س، فقلنا داله السالب 3 برضه ب 7. طب ايه يا باشمهندس السبب؟ السبب بكل بساطه وما تعقدش نفسك، هو داله السين بتساوي 7، هو شال السين اللي بين القوس وحط سالب 3. هسألك سؤال، هو في هنا سين اشيلها؟ لا، فطالما ما فيش سين اشيلها فبنقل الرقم زي ما هو، هي دي فكره الداله الثابته. يعني هنا بيقول لي داله سين بتساوي 2 فان 3 من داله جذر ال 2، لو في عدد ثابت بره بنقله اللي هو 3 كده، كلامك جميل جدا. طب هو شيل السين وحط جذر 2، هسألك سؤال، هو في هنا سين؟ لا يا باشمهندس، يبقى طالما ما فيش سين هنقل الرقم، يبقى هي عبارة عن 3 في 2 اللي هي بالنسبة لي بتساوي 6، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار الصح. رقم 3 بيقول لي إذا كانت دالة س بتساوي 2 فإن دالة 3 ناقص دالة الواحد، هو شال السين وحط 3، طب هنا فيها س؟ لا يا باشمهندس، انقل الرقم زي ما هو اللي هو 2 ناقص. هنا شال السين وحطه مكانها 1، طب هنا في س أصلا يا باشمهندس؟ لا، يبقى انقل الاثنين زي ما هي، دي دالة ثابتة، يبقى 2 ناقص 2 اللي هي بالنسبة لي 0، ويبقى الاختيار ج هو الاختيار إيه الصح. السؤال رقم 4 بيقول لي دالة س بتساوي 5، طب هو هنا شال السين وحط مكانها 5، طب ما هو اللي بره ده هو هنقله، يبقى 5 على دالة العشرة، هو شال السين وحط 10، طب هو فينا سين اشيلها؟ لا، يبقى انقل الرقم ده اللي هو 5 برضه، و5 على 5 فيها الواحد، ويبقى الاختيار ج هو الاختيار ايه الصح. السؤال رقم 5 بيقول لي إذا كانت دال دالة حيث دال من ح إلى ح ودالة س بتساوي 3 فإن دالة الستة، والله هو شال السين وحط 6، طب هنا في سين اشيلها واحط 6؟ لا، يبقى انقل الثلاثة زي ما هي. دالة الصفر شال السين دي وحط مكانها 0، طب في سين هنا اشيلها؟ لا يا باشمهندس، يبقى 3، ف3 على 3 الكلام ده بيساوي 1، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار الصح. رقم 6 بيقول لي إذا كانت دالة سين بتساوي 3 فإن 2 دالة ال 3، بنقل الاثنين اهو. دالة ال 3 هو شال السين وحط 3، طب في هنا سين اشيلها واحط 3؟ لا، يبقى انقل ال 3 زي ما هي، يبقى الاثنين في 3 على 3 دالة الاثنين، يبقى لي 3 في، هشيل السين واحط مكانها 2، طب فين سين اشيلها؟ لا، يبقى انقل ال 3 تاني، هشيل ال 3 مع ال 3 فهيفضل 2 على ال 3، يبقى الناتج 2 على 3، ويبقى الاختيار ألف هو الاختيار ايه الصح يا باشمهندس. السؤال رقم 7 بيقول لي إذا كانت دالة س بتساوي سالب 7 فإن دالة س زائد 7، طيب هسألك سؤال، هو شال السين وحط مكانها ايه يا باشمهندس؟ حط مكانها س زائد 7، طب في س هنا شيلها واحط مكانها الس زائد 7؟ لا، مفيش س، يبقى دي داله ثابته برضه، يبقى الناتج سالب 7، هي دي فكره الداله الثابته. بيقول لي داله الاثنين س بتساوي 4 فان داله السالب س، هو شال الاثنين س وحط سالب س، طب في س هنا شيلها يا باشمهندس واحط مكانها السالب س؟ لا، مفيش هنا س اشيلها واحط السالب س، يبقى اكيد ان دي داله ثابته، ويبقى قيمتها برضه بكام؟ ب 4، ويبقى الاختيار ج هو الاختيار ايه الصح. خلاص، هي نفس الفكره في اكتر من مساله، وتعال نشوف الجزء اللي بعده. السؤال رقم 9 بيقول لي الداله د من ح الى ح داله س بتساوي 5 يمثلها خط مستقيم يقطع محور الصادات في النقطه، احنا قلنا داله الس اللي هي ص، وطالما ص بيساوي 5 يبقى الس مش موجوده، يبقى النقطه 0 و5 من غير ما نرسمها خالص يا باشمهندس، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار ايه الصح. تمام، بيقول الداله الخطيه المعرفه بالقاعده ص بتساوي 2 س ناقص 1 يمثلها خط مستقيم يقطع محور الصادات في النقطه ايه؟ يقطع محور الصادات، يبقى انا هحط الصاد بصفر وابدا احل المعادله، يبقى صفر بتساوي 2 س ناقص 1، كلامك جميل جدا. سوري، يقطع محور الصادات هنحط السين بصفر، السين هي اللي بصفر،
فالمعادله هتبقى ص بتساوي 2 في 0 اللي هي 0 ناقص الواحد، يعني بالنسبه لي ان الصاد هتطلع بسالب 1. يبقى انا كده لما حطيت السين بصفر طلع الصاد بسالب 1، يبقى هي بتعدي بالنقطه 0 وسالب 1 او بتقطع النقطه 0 وسالب 1، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار ايه الصح. السؤال 11 بيقول الداله الخطيه المعرفه بالقاعده دي يمثلها خط مستقيم يقطع محور السينات. طب احنا عارفين ان داله السين هي الصاد، وطالما بيقطع محور السينات فانا هحط الصاد بصفر، يعني الصفر بيساوي 3 س زائد 6. هودي للناحية التانية يبقى 3 س بتساوي سالب 6، هقسم هنا على 3 وهنا على 3 فده هتروح، يبقى السين بتساوي سالب 6 على موجب 3 يبقى سالب 2، يبقى قيمة السين بسالب 2، وأنا كده كده حطيت الصاد بصفر، يبقى بقطع في النقطة سالب 2 وصفر، ويبقى الاختيار ب هو الاختيار الصح. رقم 12 بيقول لي الدالة دال، حيث دال س عبارة عن 3 س يمثلها خط يمثلها بعينين خط مستقيم يمر بالنقطة إيه؟ طبعا طالما دي س ومفيش جنبها عدد يبقى هي بتعدي بالنقطة 0 و0. طب لو ما انتش عارفها كده هتجرب النقط، خلي بالك دالة س دي اللي هي الصاد. طيب هشيل الس هنا واحط 3 يبقى دي 3 هتساوي، هشيل الس واحط 3، 3 في 3 ب 9، هل ال 3 بتساوي 9؟ لا، يبقى ما ينفعش، يبقى دي غلط. طب هنا هشيل الس دي اللي هي دالة س واحط مكانها 3 وهتساوي 3 س، يعني 3 في 0 ب0، هل ال 3 بتساوي الصفر؟ لا يا باشمهندس، برضه ما تنفعش. هنا اشيل الس واحط صفر، واشيل الصاد برضه واحط صفر، فانا هنا بالنسبه لي عادي جدا يا باشمهندس ان فعلا الصفر بيساوي الصفر، يبقى هو ده كده الحل الصح بتاعي. السؤال رقم 3 بيقول لي اذا كان المستقيم الذي يمثل الداله د حيث د س عباره عن 2 س ناقص ا يمر بنقطه الاصل. يمر بنقطه الاصل يعني النقطه 0 و0. عايز مني الالف، ما هي دال س دي اللي هي مين؟ اللي هي الصاد، فانا هشيل الصاد واحط صفر هتساوي 2 س، ما انا هشيل برضو الس واحط صفر ناقص الالف، يبقى صفر بيساوي 2 في صفر اللي هي صفر ناقص الالف. صفر ناقص كام يديك صفر؟ اكيد صفر برضو يا باشمهندس، يبقى اكيد ان الالف بيساوي كام؟ اكيد ان الالف بيساوي صفر، ويبقى الاختيار ج هو الاختيار ايه الصح. السؤال 14 بيقول لي إذا كانت النقطة أ و3 تقع على الخط المستقيم حيث د س بتساوي كذا، ما هي د س دي اللي هي مين؟ اللي هي الصاد، والألف دي اللي هي السين، والتلاتة دي اللي هي الصاد، فأنا هشيل الصاد وأحط مكانها 3 هتساوي 4 في السين هشيلها وأحط أ ناقص 5، هودي دي كده الناحية التانية، يبقى 4 أ بيساوي 3 زائد 5 8، هقسم هنا على 4 وهنا على 4 دي هتروح دي 8. يبقى الألف بيساوي 8 على 4 بيساوي 2، يبقى قيمة الألف بيساوي 2، ويبقى الاختيار ألف هو الاختيار إيه الصح. السؤال 15 بيقول لي إذا كانت ألف و4 إحدى نقط الدالة دي، وريه س بتساوي 2 س زائد ب، فإن 6 ألف زائد 3 ب، ما إحنا عارفين إن دي السين ودي الصاد، وأنا عارف إن الريه س دي عبارة عن مين؟ عبارة عن الصاد، طب ما أنا هشيلها وأحط مكانها 4، أدي 4، وهشيل السين دي وأحط ألف، يبقى 2 س يعني 2 ألف زائد ال ب. ركز معايا، هو جايب لك معادلة عبارة عن 6 أ زائد 3 ب، إيه اللي حصل في المعادلة دي؟ الـ 2 أ بقت 6 أ يعني اتضربت في 3، والـ ب بقت 3 ب يبقى اتضربت في 3، يبقى لازم الأربعة تتضرب في كام؟ تتضرب في 3، يبقى 4 في 3 ب 12، يبقى كده إن الـ 12 بيساوي 6 أ زائد 3 ب، يعني بالنسبة لي يا باشمهندس الاختيار أ هو الاختيار الصح. أو طريقة تانية، ممكن من الاتنين دول آخد 3 عامل مشترك، فهيبقى 6 أ على 3 2 أ زائد 3 ب على 3 هيبقى ب. طب ما أنا عارف إن 2 أ زائد ب ب 4، هشيل دي وأحط 4، يبقى 3 في 4 ب 12، وبرضه يبقى الاختيار أ هو اختيارنا إيه الصح. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس بيقول لي مثل بيانيا كل من الدوال الآتية. طيب هتبدأ تجيب كراسة الرسم بتاعك، بس الدالة الثابتة سهلة جدا. بص ده الخط بتاعي اللي أنا هعمل لك عليه كل الدوال دلوقتي. دالة س دي يعني ص بتساوي 5، بص معايا، فانت هتقسم 1 2 3 4 5، طالما دالة س اللي هي ص بتساوي 5 يبقى ده خط مستقيم اهو بيوازي محور السينات، وهتقوم كاتب كده دالة الس بيساوي 5، هي دي الرسمه بتاعتك وخلصت على كده. طيب بعدين دالة س بيساوي سالب 4، طيب ادي سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، ما هي دالة س اللي هي الصاد يبقى كانها ص بتساوي سالب 4، فانا هاجي عند السالب 4 واعمل خط مستقيم بيوازي محور السينات واقول له والله دي دالة س بتساوي سالب 4 وشكرا. دالة س بتساوي صفر يعني الصاد بتساوي صفر، خلي بالك الصاد بتساوي صفر اللي هو محور السينات، فده اللي هو عباره عن دالة س بتساوي صفر. طبعا انت ترسم كل واحده في رسمه لوحدها بس ملهاش لازمه لان هي سهله.
ده ال س بتساوي 2.5، يعني ما بين الاتنين والتلاتة هتيجي عند الخط اللي في النص كده، وادي يا باشمهندس دالة الس بتساوي 2.5. خلاص هما دول الاربع رسمات في رسمة واحدة، مفيش فيها مشكلة خالص وسهلة جدا، لان الدالة الثابتة من اسهل الدوال، واللي هي بنسبة كبيرة اصلا ما بتجيلكش رسم في الامتحان، اللي هي بنسبة كبيرة بيجيلك التربيعية وبعد كده الخطية. تمام تمام يا باشمهندس. السؤال اللي بعد كده بيقول لي مسم بيانيا كل من الدوال الخطية الاتية واوجد نقطتي التقاطع المستقيم الممثل لكل منهما مع محاور الاحداثية. طيب ركز معايا بقى، من هنا هنبتدي الشغل حبتين. بص، طالما دالة خطية هتعمل لي جدول في كراسة الرسم بتاعتك كده، حلو، وهنا س وهنا ص، وهتختار لي أي تلات أرقام، يعني مثلا صفر وواحد وسالب واحد مثلا، أسهل تلات أرقام. وتعوض لما تشيل السين وحط صفر، ما هي دالة السين دي اللي هي ص، لما اشيل السين واحط صفر الص برضه هتطلع بصفر، لما اشيل السين واحط واحد الص هتطلع بواحد، لما اشيل السين واحط سالب واحد دي برضه هتطلع بسالب واحد. عملت الجدول الجميل بتاعك؟ ايوه يا باشمهندس. هتقوم رايح راسم الشبكه البيانيه اهو، وتقسمها ادي 1 2 3، كفايه 1 2 3 على قد رسمتك، قسمت سالب واحد سالب اتنين سالب تلاته، وهنا سالب واحد سالب اتنين سالب تلاته، جميل جدا. فانت عندك النقطه الاولى صفر وصفر اللي هي النقطه دي، وعندك واحد وواحد اللي هي النقطه دي، وعندك سالب واحد وسالب واحد اللي هي النقطه دي. عملت تلات نقط، هتقوم جايب المسطره بتاعتك وموصلهم بالشكل ده كده، يبقى انت رسمت الداله، واكتب له هنا ان داله س بتساوي س، هي دي الرسمه اللي انت عملتها يا باشمهندس. خلاص بعد كده هو عايز منك نقط التقاطع مع محور السينات والصادات. والله يا باشمهندس انا لما حطيت الس بصفر طلعت الصاد بصفر، يعني انا بالنسبه لي نقطه التقاطع مع السينات، انا المفروض مع السينات احط الصاد بصفر، فانا حطيت الصاد بصفر طلع برضه السين بصفر. طب نقطة التقاطع مع الصادات، والله نفس الفكرة، أحط السين بصفر، فلما أحط السين بصفر الصاد برضه هتطلع بصفر، يبقى هما في كلا الأحوال بيتقاطعوا مع النقطة صفر وصفر وصفر وصفر، ويبقى أنا كده مسألتي إيه؟ مسألتي خلصت يا باشمهندس. السؤال اللي بعده السؤال رقم 2، بيقول لي دالة س بتساوي سالب س، برضه نفس الجدول الجميل أهو بالشكل ده كده، أدي س وأدي ص، واختار اي ثلاث قيم وليكن برضو صفر وواحد وسالب واحد. لما احط السين بصفر هيبقى سالب صفر اللي هو صفر، لما احط السين بواحد هيبقى سالب واحد، طب لما احطها بسالب واحد يبقى سالب سالب واحد يعني موجب واحد. كلامك جميل جدا. ونبدا برضو نروح نقوم عاملين الشبكه ونقسم، ادي 1 2 3 كفايه قوي، سالب واحد سالب اتنين سالب تلاته، هنا 1 2 3 سالب واحد سالب اتنين سالب تلاتة، كفاية أوي. أنت عندك أول نقطة صفر وصفر، وعندك واحد مع سالب واحد هنا كده، وعندك السالب واحد مع الواحد، السالب واحد مع الواحد هنا كده، تلات نقط أهم، وأقوم موصلهم بخط جميل كده أهو، يبقى هي دي الرسمة بتاعتي. خلاص كلامك جميل جدا. طيب أنا عايز نقطة التقاطع مع محور السينات ونقطة التقاطع مع محور الصادات. والله مع السينات أنا هحط الصاد بصفر، فاحط الصاد بصفر اللي هي دالة س اللي هي دي، فصفر بيساوي سالب س يبقى السين بصفر. طيب نقطة التقاطع مع محور الصادات حط السين بصفر، لما احط السين بصفر خلي بالك هيبقى سالب صفر اللي هو صفر، يبقى برضه دي بتتقطع مع السينات صفر وصفر، ومع الصادات صفر وصفر، يعني الاثنين بيتقطعوا مع مين؟ مع نقطة الأصل. خلاص كده كلام جميل جدا. تعالى نشوف اللي بعده. السؤال اللي بعده بيقول لي دال حيث دال س بتساوي 3 س. يلا يا باشمهندس اهو ادي الجدول، ادي س وص، واسهل تلات ارقام صفر وواحد وسالب واحد. تلاته س يعني تلاته في صفر بصفر، طيب تلاته في واحد يبقى دي بتلاته، تلاته في سالب واحد يبقى سالب تلاته. حلو جدا، نبدا نرسم الرسمه بتاعتنا. طبعا انت هتعملها في ورق مربعات، ما تشغلش بالك انت بالطريقه دي. ادي 1 2 3، المهم شكل الرسم، سالب واحد سالب اتنين سالب تلاته، وهنا سالب واحد سالب اتنين سالب تلاته. حلو، عندك أول نقطة صفر وصفر، عندك النقطة اللي بعدها الواحد مع التلاتة هنا كده، وعندك سالب واحد مع سالب تلاتة، أدي السالب واحد مع سالب تلاتة اللي هي النقطة دي، وأبدأ أوصل التلات نقط دول ببعض بالشكل ده كده، يبقى هو ده شكل الرسمة بتاعتي. هبدأ أجيب نقط التقاطع مع السينات ونقط التقاطع مع الصادات. والله السينات بحط الصاد بصفر والصادات بحط السين بصفر، لما احط الصاد بصفر اللي هي دي بصفر يبقى 3 س، امتى تساوي صفر؟ يبقى اما السين بصفر.
طب الصادات لما احط يا باشمهندس السين بصفر هيبقى 3 في صفر، يبقى بصفر، يبقى برضو دي بتتقطع مع نقطة الأصل اللي هي بالنسبة لي كام؟ صفر وصفر. السؤال اللي بعده السؤال رقم 4، نفس الفكرة، أول 4 على فكرة ما فيهمش أي اختلاف خالص. أدي بالنسبة لي سين وصاد، أسهل 3 نقط يا عم، صفر وواحد وسالب واحد. هنا سالب 2 في صفر بصفر، سالب 2 في واحد بسالب 2، سالب 2 في سالب 1 يبقى موجب 2، تمام قوي. وهنبدأ نقسم الشبكة بتاعتنا، ادي 1 2 3، سالب 1 سالب 2 سالب 3، وهنا 1 و2 و3، هنا سالب 1 سالب 2 سالب 3. حلو، عندك اول نقطة 0 و0، وبعد كده 1 مع السالب 2، وبعد كده سالب 1 مع الاثنين، ادي الثلاث نقط وصلهم ببعض اهو يا باشمهندس. يبقى هي دي كده الرسمة بتاعتي، هات لي نقط التقاطع مع محور السينات، وهات لي نقط التقاطع مع محور الصادات. السينات هحط الصاد بصفر، والصادات هحط السين هي اللي بصفر. تعالى نبتدي بالصادات، لما احط السين بصفر سالب 2 في صفر بصفر. طب السينات، والله لما احط الصاد بصفر هي سالب 2 في كام تديك صفر؟ اكيد صفر، يبقى بالنسبه لي برضه دي تتقطع مع نقطه الاصل. وقلنا طالما مفيش رقم جنب السين هنا، مفيش رقم جنب السين، مفيش رقم جنب السين، مفيش رقم جنب السين، يبقى اكيد نقطه التقاطع مع نقطه الاصل اللي هي النقطه كام؟ صفر وصفر. خلاص كده كلام جميل جدا. تعالى نشوف اللي بعدها، ومن اول رقم 5 دي مهمه بقى. بص هات الجدول، وادي بالنسبه لي سين وصاد، واسهل 3 نقط صفر وواحد وسالب واحد. حط السين بصفر يبقى صفر زائد 2 2. طب حط السين بواحد يبقى 1 زائد 2 3. طب حط السين بسالب 1، سالب 1 زائد 2 يبقى موجب 1. يبقى انت كده اخترت 3 نقط، كلام جميل. تعالى نعملهم، هنا 1 2 3، 1 2 3، سالب 1 سالب 2 سالب 3، سالب 1 سالب 2 سالب 3. ان النقطة الأولى 0 و2 اللي هي النقطة دي، بعد كده الواحد مع التلاتة اللي هي النقطة دي، سالب واحد مع الواحد اللي هي النقطة دي. أنا كده رسمت التلات نقط، وأبدأ أعمل خط مستقيم بالشكل ده. برضو عايز مني تقاطع السينات، وعايز مني تقاطع الصادات. ركز بقى معايا، التقاطع بتاع السينات أنا هحط الصاد بصفر، وتقاطع الصادات أنا هحط السين بصفر. خلي بالك أنا لما عوضت عن السين بصفر هيبقى صفر زائد اتنين بموجب اتنين. طب السينات هحط الجزء ده بصفر، فالمعادلة هتبقى صفر بتساوي س زائد الاتنين، هودي الاتنين الناحية التانية يبقى س بتساوي سالب اتنين، يبقى هي بتقطع من نقطة سالب اتنين وصفر. ولو انت بترسم في كراسة مربعات هتلاقيها جت قطعت معاك عند سالب اتنين وصفر، فممكن تجيبها من الرسم على طول بسالب اتنين وصفر، ده تقاطع السينات، وتقاطع الصادات عند النقطة دي اللي هي صفر واتنين. يبقى انا كده مسألتي خلصت وما فيهاش أدنى مشكلة خالص يا باشمهندس. خلاص، هي دي بس فكرة الدرس، محتاجة منك إن انت تحل أكتر من مرة. طيب اللي بعدها ونفس الفكره شغاله معانا، هعمل الجدول، ادي السين وادي الصاد وادي تلات ارقام، صفر واحد سالب واحد. حط السين بصفر يبقى 2 ناقص صفر اللي هي صفر، حط السين بواحد يبقى 2 ناقص واحد بواحد، حط السين بسالب واحد يبقى 2 ناقص ناقص واحد، يعني 2 زائد واحد اللي هي كام؟ اللي هي 3 يا باشمهندس. خلاص كلام جميل جدا. لما حطينا السين بصفر الصاد ب 2، تمام، 2 ناقص صفر ب 2. تعالى بقى نرسم الشكل ده كده، ادي 1 2 3، 1 2 3، سالب 1 سالب 2 سالب 3، سالب 1 سالب 2 سالب 3. لما احط السين بصفر الصاد ب 2 اللي هي النقطه دي، لما احط السين بواحد الصاد بواحد اللي هي النقطه دي، لما احط السين بسالب 1 الصاد طلعت ب 3 اللي هي النقطه دي. يبقى دول 3 نقط يا باشمهندس بالشكل ده كده، وابدا ارسم الخط كده. عايز برضو نقط التقاطع مع محور السينات، ونقط التقاطع مع محور الصادات. خلاص، السينات يا باشمهندس انت هتحط الصاد بصفر، والصادات هتحط السين بصفر. من الجدول انا لما حطيت السين بصفر الصاد طلعت باتنين. طب السينات بقى، احط الصاد بصفر يعني احط دي بصفر، يبقى صفر بيساوي اتنين ناقص سين، السالب سين هتروح الناحيه التانيه يبقى السين بتساوي اتنين، يبقى هو بيقطع باتنين وصفر. يعني انت لو راسم في كراسه مربعات هتلاقي الخط ده جاي كده عند الاتنين بالظبط، يعني هيبقى جاي عند النقطة 2 دي كده بالظبط، فممكن تجيبها من الرسم النقطة 2 وكام؟ النقطة 2 وصفر. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال رقم 7، وتعالى نشوف بيقول إيه؟ بيقول لي 3 س ناقص الواحد، نفس الفكرة بالظبط ومفيش أسهل من كده. 3 نقط أدي س ص، واختار مثلا صفر وواحد وسالب واحد.
لما احط السين بصفر يبقى 3 في 0 بصفر، ناقص 1 يبقى سالب 1. لما احط السين بواحد يبقى 3 في 1 ب3، 3 ناقص 1 يبقى موجب 2. لما احطها بسالب 1، 3 في سالب 1 بسالب 3، وسالب 1 يبقى سالب 4. وتعالى بقى نمثل الكام نقطة دول، ادي 1 2 3 4، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، وهنا 1 2 3 4، وهنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. انت عندك اول نقطة صفر وسالب 1 اللي هي النقطة دي، وعندك 1 مع الاثنين، 1 مع الاثنين اللي هي النقطة دي، وعندك سالب 1 مع سالب 4 اللي هي النقطة دي. ونبدأ نرسم الخط بتاعنا بالشكل ده كده. خلاص المفروض هو بيعدي ايه بالثلاث نقط، انت مالكش دعوه بالرسم الكروكي ده. تمام. هو عايز بقى مني نقط التقاطع مع محور السينات، وعايز مني نقط التقاطع مع محور الصادات. والله السينات انا هحط الصاد بصفر، والصادات انا هحط السين بصفر. وانت ملاحظ من الرسمه لما حطيت السين بصفر طلعت بالنسبه لي سالب 1. طب السينات بقى احط الصاد هي اللي بصفر، يعني احط دي بصفر، يبقى الصفر بيساوي 3 س ناقص الواحد، وادي للناحيه الثانيه يبقى 3 س بتساوي 1. اقسم هنا على 3 او هنا على 3، يعني السين بتساوي تلت، يبقى هو هيقطع هنا بالنسبه لي في النقطه تلت وصفر يا باشمهندس، وصفر وسالب 1، ويبقى انا كده رسمتي خلصت وزي الفل. الرسم هنا يا جماعه كروكي، انت هترسم بكراسه في مربعات هتلاقيها مظبوطه معاك بالظبط بامر الله. هنا هو برضو مكمل في نفس الفكره، ادي الجدول، ادي السين، ادي الصاد، واختار ثلاث قيم صفر وواحد وسالب واحد برضو. لما احط السين بصفر سالب 2 في 0 في 0 زائد 3 يبقى 3. لما احطها بواحد سالب 2 في 1 بسالب 2 وموجب 3 يبقى موجب 1. لما احطها بسالب 1 سالب 1 في سالب 2 يبقى موجب 2 زائد 3 يبقى موجب 5. خلاص كده كلامك جميل جدا. تعالى نرسم الكلام ده. خلاص عندك هنا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 كفايه، سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، وهنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. اول نقطه 0 و3 حلو جدا، وده على محور الصادات اهو. وعند النقطه اللي بعدها 1 و1 اللي هي النقطه دي، وعند النقطه سالب 1 و5، سالب 1 و5 النقطه العاليه دي. وابدا يا باشمهندس اوصل الخط بالشكل ده كده. تمام قوي. وابدا اجيب برضو تقاطع مع السينات اللي انا احط الصاد بصفر، وابدا اجيب تقاطع الصادات اللي انا احط السين هي اللي بصفر. وهنا لما السين بصفر الصاد قارنت بتلاته. طيب هنا بقى يا باشمهندس لما احط الجزء ده بصفر يبقى صفر بيساوي سالب 2 س زائد التلاته، هودي للناحيه التانيه يبقى ال 2 س تساوي تلاته، هنا على الاتنين وهنا على الاتنين دي تروح، يبقى س بتساوي تلاته على اتنين اللي هي واحد ونص، يبقى بالنسبه لي السينات بواحد ونص. يبقى هو وقت عند النقطه واحد ونص وصفر، وعند الصادات صفر وتلاته، تبقى انا كده مسالتي خلصت وما فيهاش ادنى مشكله بامر الله. السؤال اللي بعده يا باشمهندس بيقول لي داله س بتساوي نص س. ماشي يا عم، ادي برضو الجدول بتاعنا وادي السين والصاد، واختار برضو ثلاث قيم اللي هم منهم الصفر، بس اختار 2 وسالب 2. ليه؟ اصل دي نص، لما اختار في واحد يبقى نص في واحد، انت ممكن تعملها في الرسمه وصح، بس انا بختار ارقام تبقى سهل. تمام، فلما احط السين بصفر الصاد بصفر، لما احطها باتنين يبقى نص الاتنين واحد، لما احطها بسالب اتنين يبقى نص السالب اتنين سالب واحد. تمام كده، تمام او زي الفل. وهنبدا نرسم الكلام ده. هنا واحد اتنين تلاته كفايه، هنا واحد اتنين تلاته كفايه، سالب واحد سالب اتنين سالب تلاته، سالب واحد سالب اتنين سالب تلاته. يلا صفر وصفر اهي يا باشمهندس، الاتنين طلعت مع الواحد، ادي الاتنين مع الواحد، السالب اتنين مع السالب واحد هنا كده يا باشمهندس، يبقى هو ده كده الخط اللي انا هرسمه. تمام قوي. نقط التقاطع مع السينات، يعني احط الصاد بصفر، ما من الجدول لما حطيت الصاد بصفر السين بصفر. طيب لو نقط التقاطع مع محور الصادات احط السين بصفر، ما هو لما السين كانت بصفر الصاد برضه بصفر، يبقى نقط التقاطع صفر وصفر وصفر وصفر، او بيقطع في نقطه مين؟ نقطه الاصل. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال رقم 10. يلا نفس الفكره. ادي س وادي ص، هختار ثلاث نقط صفر واتنين وسالب اتنين. اشمعنى اتنين وسالب اتنين؟ عشان لمحت نص. طب لو كان عندك تلت صفر وتلاته وسالب تلاته، عندك ربع صفر واربعه وسالب اربعه، يعني خليك لماح عشان تبقى الارقام سهله معاك في الرسم. ادي يا باشمهندس الخطين بتوعي. تمام، حط السين بصفر يبقى خمس، ناقص نص في صفر يبقى خمس.
طب حط السين ب2، نص في 2 ب1 يبقى 5 ناقص 1 4. طب حطها بسالب 2، سالب 2 في سالب نص بموجب 1، وفي 5 يبقى 6. حلو جدا، يبقى انت هتقسم 1 2 3 4 5 6، وهنا 1 2 3 4 5 6، وهنا سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. كفايه سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5. السين بصفر الصب 5 اللي هي النقطة دي، السين ب2 الصب 4 اللي هي النقطة دي، السين بسالب 2 الصب 6 اللي هي النقطة دي. بقى معاك 3 نقط اهو يا باشمهندس، هتبدأ تمثلهم بخط كده وتيجي لحد ما تقطع السينات في كراسة الرسم البياني بتاعتك. كلامك جميل جدا. طيب تعالى بقى نجيب نقط التقاطع مع السينات ونقط التقاطع مع الصادات. الصادات لما احط السين بصفر من الجدول، حطيت السين بصفر طلعت ب5. طب السينات احط الصاب بصفر، يعني احط الجزء ده بصفر، يبقى الصفر بيساوي 5 ناقص نص سين. اودي للناحية التانية يبقى نص سين بيساوي 5، هضرب هنا في 2 وهنا في 2 فده هتروح، يبقى السين بتساوي 5 في 2 ب10. يعني المفروض لما تيجي ترسم وتمد الخط ده كده هتلاقيه جاي قاطع عند ال10 بالظبط. هنا قلنا رسم كروك، فانت في كراسة الرسم البياني اعملها هتلاقيه جاي قاطع عند ال10 بالظبط، يبقى هو بيقطع السينات عند النقطة 10 و0. يبقى انا كده مسألتي خلصت وزي الفل. تعالى بقى نخش على الجزء المقالي وده الأهم بالنسبة لي. سؤال رقم 4 بيقول لي إذا كانت الدالة د حيث د س بتساوي أ س تربيع زائد 5 س زائد 4 دالة خطية، عايز منك قيمة الألف. مش انت قلت لي ان داله خطيه؟ فمن شرط الداله الخطيه ان اكبر اس فيها يا باشمهندس هو 1. طب ازاي في س تربيع؟ يبقى لازم يا باشمهندس الجزء ده يختفي عشان تبقى 5 س زائد 4، يبقى اكيد ان قيمه الالف بيساوي 0 طالما هي داله خطيه. وبناء عليه يبقى الدال س بتاعتي عباره عن 5 س زائد 4. بعد كده هو عايز مني دال سالب 2، يبقى دي 5 وهشيل الس واحط سالب 2 زائد 4. 5 في سالب 2 بسالب 10 زائد 4، سالب 10 زائد 4 يبقى سالب 6، يبقى دالة السالب 2 بسالب 6. يبقى انا كده سؤالي خلص. السؤال رقم 5 بيقول لي اذا كان المستقيم الممثل للدالة دي عبارة عن دالة س 6 س ناقص أ يقطع محور الصادات في النقطة ب و2. طيب مش احنا عارفين كلمة يقطع محور الصادات، يبقى بحط الس بصفر يبقى لازم تبقى بصفر، ودي اكيد ب2، يبقى اكيد ان الباء هي مين؟ الصفر. يبقى انا كده مبدئيا عرفت ان قيمه الباء بصفر، فاوجد قيمه كل من ا وب. تمام، مش انا عرفت نقطه بيقطع فيها؟ وانا معايا ان داله س بتساوي 6 س ناقص الالف، وعارفين ان داله س اللي هي ص. طب ما انا معايا دي س ودي ص، يبقى انا هشيل الص واحط 2، يعني 2 بيساوي 6، وهشيل الس واحط 0 ناقص الالف، يبقى الاثنين بتساوي 6 في 0 اللي هي 0 ناقص الالف. حلو جدا، يعني ايه يا باشمهندس 0 ناقص الف اللي هي سالب الف. يبقى انا كده عرفت ان سالب الف بيساوي 2، اودي السالب الناحيه الثانيه يبقى الالف بيساوي سالب 2، يبقى انا كده كتبت قيمه الالف بسالب 2. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كانت د حيث د س عباره عن 3 س ناقص 6 يمثلها خط مستقيم يمر بالنقطه الف و2 الف، عايز مني قيمة أ ثم أوجد نقطة تقاطع الخط المستقيم مع محور الصادات. طيب ما هي دي بالنسبة لي دي السين ودي الصاد، ودالة سين هي الصاد، فأنا هشيل الصاد دي وأحط 2 أ هيساوي 3 س، ما أنا هشيل السين وأحط مكانها أ ناقص 6. ماشي، هنودي دي كده، يبقى 2 أ ناقص 3 أ يعني سالب أ بيساوي سالب 6، هشيل السالب مع السالب يبقى الأ بيساوي كام؟ الأ بيساوي 6. حلو جدا. بعد كده هو عايز نقطة تقاطع الخط المستقيم مع محور الصادات. مع محور الصادات يبقى أنا هحط السين بتساوي صفر، يبقى أنا هحط هنا السين بتساوي صفر، فيفضل لي دالة السين اللي هي الصاد بتساوي سالب 6، يبقى نقطة التقاطع هي صفر وسالب 6. يبقى أنا كده مسألتي خلصت وزي الفل. تمام تمام. السؤال اللي بعده السؤال رقم 7 بيقول لي إذا كانت دالة من ح إلى ح حيث دالة س عبارة عن 2 س زائد أ ودالة التلاتة بتساوي 9، يبقى هو لما عوض عن السين بتلاتة طلعت الصاد بتساوي 9، عايز مني قيمة الألف. طيب هي دالة س دي مش اللي هي الصاد؟ هشيلها وأحط مكانها 9، هيساوي 2 س يعني 2 في 3 زائد الألف، يبقى 9 بتساوي 2 في 3 6 زائد الألف. هودي دي الناحية التانية يبقى الألف بيساوي 9 ناقص 6 اللي هو 3، يبقى الألف بيساوي 3. بيقول لي أنا عايز منك إحداث نقطة التقاطع المستقيمة الذي يمثل الدالة مع محور السينات، مع محور السينات يبقى أنا هحط الصاد بكام؟ بصفر. بس خلي بالك ان دالة س هي عبارة عن 2 س زائد أ، وانت جبت الأ ب 3 يعني هي 2 س زائد 3. حط الصاد بصفر بقى، يعني حط الجزء ده بصفر،
يبقى الصفر بيساوي 2 س زائد 3. هعوض الناحية التانية يبقى ال 2 س تساوي سالب 3. هقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين ده هتروح، يبقى السين بتساوي سالب 3 على الاتنين. يبقى هو بيقطع بالنقطة سالب 3 على الاتنين اللي هي السين، والصب بصفر يا باشمهندس، هي دي كده نقطة القطع بتاعتي. السؤال رقم 8 بيقول لي إذا كان المستقيم الممثل للدالة د من ح إلى ح، حيث د س عبارة عن أ س زائد ب، يقطع جزءا موجبا من محور الصادات طوله 3 وحدات. أنت عارف يعني إيه؟ طالما بيقطع الصادات يعني السين بصفر، وجزءا موجبا طوله 3، يبقى هو بيعدي بالنقطة 0 و3 ويمر بالنقطة 1 و5، عايز منه قيمة الألف والباء، تمام؟ طبعا الصفر والثلاثة بتحقق المعادلة، وعارفين إن دالة س هي الصاد، يبقى أنا هشيل الصاد وأحط 3. هتساوي أ في س يعني أ في صفر زائد ب، يبقى التلاتة بتساوي أ في صفر بصفر، يبقى هيفضل لك ال ب، يبقى أنت عرفت إن ال ب بتساوي تلاتة، يبقى كأن السؤال دالة س بتساوي أ س زائد التلاتة. طب ما هو بيقول لك بيعدي برضه بالنقطة واحد وخمسة، يبقى أنا هشيل دالة س اللي هي ص وأحط مكانها خمسة، هتساوي أ في س، هشيل السين وأحط واحد زائد التلاتة، يعني الخمسة بتساوي أ زائد التلاتة. هودي للناحية التانية يبقى الألف بيساوي خمسة ناقص تلاتة موجب اتنين، يبقى الألف باتنين والب بتلاتة، يبقى أنا كده مسألتي خلصت يا باشمهندس وزي الفل زي ما أنت شايف. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال رقم 9 بيقول لي إذا كان المستقيم الممثل للدالة دي يقطع محور السينات في النقطة 3 وصفر، ويقطع الصادات في النقطة 0 وسالب 3، عايز من قيمة كل من أ وب وقيمة دالة الواحد. اتفقنا إن دالة س دي هي الصاد، فهنا هشيل الصاد واحط صفر، يبقى صفر بيساوي أ س، يعني هشيل السين واحط 3، يبقى 3 أ زائد الب، دي كده معادلة وسيبها دلوقتي. طب تعالى يقطع محور الصادات، فأنا هنا هشيل الصاد المرة دي واحط سالب 3، والمرة دي هشيل السين واحط صفر، يبقى أ في صفر زائد ب، حلو جدا، أ في صفر بصفر، يبقى الب بتساوي سالب 3، يبقى أنا وصلت للب. تعالى بقى نعوض بيها فوق، يبقى الصفر بيساوي 3 أ زائد ب يعني ناقص 3، ما هي الب بسالب 3، ده هتروح، يبقى ال 3 أ بتساوي 3، هقسم على ال 3، يبقى الألف بيساوي 1، يبقى أنا كده عرفت إن الألف بواحد والب بسالب 3، اكتب لي بقى الدالة مظبوطة، يبقى دالة س، الألف بواحد يبقى 1 في س بس، والب بكام؟ بسالب 3. هو عايز مني دال 1، يبقى أنا هشيل الس وأحط 1، يبقى 1 ناقص 3 بيساوي سالب 2، ويبقى أنا كده مسألتي خلصت يا باشمهندس. السؤال رقم 10 بيقول لي إذا كانت س عبارة عن كذا وص عبارة عن كذا، وره من س إلى ص حيث ره س عبارة عن 9 ناقص س، عايز مجموعة صور عناصر مجال الس بالدالة ر، يعني ره س 9 ناقص، أنت عندك 3 قيم هم بتوع السين أتعوض بيهم، يعني مرة 9 ناقص 2، مرة 9 ناقص 3، مرة 9 ناقص 6، بس 9 ناقص 2 7، 9 ناقص 3 6، 9 ناقص 6 3، تمام كده؟ فخلي بالك أنت لما عوضت ب 2 طلعت ب 7، ولما عوضت ب 3 طلعت ب 6، ولما عوضت ب 6 طلعت ب 3، يعني دي نقط بتحقق، تمام كده؟ تمام، هو عايز مني بقى مجموعة صور العناصر. مجموعة صور عناصر دي اللي هو المدى، صح؟ والمدى هاخد الحاجات اللي في الصاد هنا اللي هي 7 و6 و3. بيقول لي هل ر دالة خطية واذكر السبب، تمام؟ تمام، طيب. دلوقتي يا باشمهندس أنا بالنسبة لي أنا الدالة الخطية لازم يحصل فيها إيه؟ لازم يا باشمهندس إن الدالة الخطية بتاعتي لازم إن المجال والمجال المقابل يكون من مجموعة الأعداد الحقيقية. فهنا بالنسبة لي دي س ودي ص، يعني دي مش رايحة من ح إلى ح، يبقى أنا بالنسبة لي إن ر ليست دالة خطية. إيه السبب يا باشمهندس؟ إن هي المجال والمجال المقابل ليس ينتموا لمجموعة الأعداد الحقيقية، وده جزء مهم جدا جدا، لأن هنا بيقول لك من س إلى ص، فأنا معايا أعداد محدودة والص فيها أعداد محدودة، وأنا طلعت طبعا الص 7 و6 و3 مع إنهم موجودين هنا، بس لازم يكون من ح إلى ح، فخلي بالك من الجزء ده لأنه مهم جدا فيه. طيب تعالى نبتدي في مسائل الأشكال وركز لي فيها حبتين. السؤال رقم 11 بيقول لي الشكل المقابل يمثل الدالة د، حيث د س عبارة عن 4 ناقص 2 س، عايز إحداث نقطة أ وب. لو أنت ملاحظ إن أ هي نقطة التقاطع مع محور السينات، ونقطة ب هي نقطة التقاطع مع محور الصادات، فأنا هبدأ أجيب نقطة التقاطع مع محور السينات إن أنا أحط الصاد بصفر، فدالة س دي اللي هي الصاد أحطها بصفر، يبقى الصفر بيساوي 4 ناقص ال 2 س،
أودي السالب 2 س، يبقى ال 2 س بتساوي 4، هقسم هنا على ال 2 وهنا على ال 2، يبقى الس بتساوي 2. يبقى أنا لما حطيت الصاب بصفر طلعت الس ب 2، يعني هي بتعدي بنقطة اسمها 2 وصفر، يبقى أكيد إن الألف ده عبارة عن 2 وصفر، يبقى أنا كده وصلت للنقطة أ. طب باء هي نقطة التقاطع مع محور الصادات، يبقى أنا هحط الس بصفر، يعني دالة س اللي هي الصاد هتساوي 4 ناقص 2 س، يعني 2 في صفر اللي هي بصفر، وبناء عليه الصاد هتبقى بـ4، يبقى هي بتعدي بنقطة اسمها 0 و4، يبقى أكيد إن النقطة ب هي 0 وكام؟ و4. عايز مني مساحة سطح المثلث، خلي بالك إن الشبكة البيانية متعامدة، وخلي بالك إن المسافة دي 2 والمسافة دي كده 4، طب ما مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، يبقى نص في 2 في 4، نص الـ 2 1 في 4، يبقى هو 4 وحدة مساحة أو 4 وحدة مربعة، هي دي كده إجابة السؤال بكل بساطة. السؤال رقم 12 بيقول لي الدالة الثابتة تمثل بيانيا بالمستقيم ب و أ، والدالة الخطية ر تمثل بيانيا بالمستقيم واو أ حيث أ 2 و 3. عايز مني قاعدة الدالة ر، وعايز مني قيمة دال سالب 10 و ر 6 يا باشمهندس. طيب الدالة ر اللي هي بالنسبة لي الدالة الخطية، تمام؟ دي الدالة الخطية، تمام جدا. مش أنا عارف دلوقتي نقطة الأصل، هو بيعدي بنقطة الأصل اللي هي 0 و0، وبيعدي بالنقطة دي اللي هي 2 و3، تمام أوي. طب يا باشمهندس هو أنا أجيب قاعدة الدالة إزاي؟ هقول لك أنا دلوقتي بكل بساطة. أنا دلوقتي يا باشمهندس عارف إن دي دالة ثابتة، يعني بالنسبة لي إن القاعدة بتاعتها الإحداث الصادي، تمام؟ دي الدالة د اللي هي الدالة الثابتة، فأنا بالنسبة لي بقى الدالة د وليكن د س دي دالة ثابتة، طالما الإحداث الصادي هنا 3 يبقى هي بتعدي هنا عند الصاب 3، يبقى دالة س بتساوي 3، دي كده بالنسبة لي الدالة الثابتة. طب الدالة الخطية قلنا أنا معايا بيعدي بالنقطة 2 و3 وبيعدي بالنقطة 0 و0، كلامك جميل جدا جدا. طب ما أنا عارف إن الدالة الخطية بتبقى عبارة عن الصورة دي، إن دالة س بتساوي أ س زائد الب، وقلنا لو الدالة الخطية بتعدي بنقطة الأصل يبقى الب مش موجودة، كلام جميل جدا ولازم تبقى فاهم. فأنا هبدأ أعوض بالنقطة 2 و3 هنا، ما هي دالة س اللي هي الصاد، فأنا هشيل الصاد وأحط 3، يبقى دي 3 تساوي أ في س، س اللي هي كام؟ س اللي هي 2، يعني ال 2 أ بيساوي 3، هقسم هنا على ال 2 وهنا على ال 2 ده هتروح، يبقى الأ بيساوي 3 على ال 2، يبقى القاعدة بتاعتي هي دالة س بتساوي 3 على ال 2 س، يبقى انا كده جبت القاعده بتاعتها يا باشمهندس، كلامك جميل جدا. بعد كده بيقول لي د سالب 10، د سالب 10 دي داله ثابته يبقى قيمتها برضو هتساوي 3 زائد ر 6، طب تعالى كده دي ر، ادي ر 6 يبقى هتساوي 3 على ال 2، هشيل ال س واحط 6، يبقى ال 2 في 1 على 2 في 3، 3 في 3 ب 9، يبقى انا بالنسبه لي ان ر 6 دي ب 9، اجمع 3 و 9 يبقى الكلام ده بيساوي 12 يا باشمهندس، يبقى انا كده مسالتي ايه؟ مسالتي خلصت وزي الفل. انا هشوف الجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده يا باشمهندس السؤال رقم 13 بيقول لي الشكل المقابل يوضح الخط المستقيم ا ب واللي بيمثل الداله د س بتساوي 4، يبقى يعني دي داله ثابته، يعني اي نقطه عليها عند الاربعه. اذا كان ا واو بيمثل الداله الخطيه ر حيث ر س بيساوي نون س زائد الكاف، خلي بالك ان الداله الخطيه دي بتعدي بنقطه الاصل 0 و0، وبتعدي بالنقطه هنا اللي هي اكيد عدد في السين معرفوش، واكيد ان الصاد ب 4. ليه الصاد ب 4؟ لان هي بتعدي بالداله الثابته، والداله الثابته اي نقطه عليها ب 4، وكانت مساحه سطح المثلث ا ب واو 4 وحدات مربعه. عايز كل من النون والكاف يا باشمهندس، ركز معايا بكل بساطه. انا كده عرفت ان النقطه ب دي بكام؟ بصفر واربعة. ليه؟ لأن دي على الصادات 4 والسين أكيد بصفر، يبقى النقطة دي صفر واربعة. يبقى أنا مبدئياً عرفت إن المسافة دي كده 4. طب مش أنا معايا مساحة المثلث؟ أيوه، ما أنا عارف إن مساحة المثلث بتساوي نص في القاعدة في الارتفاع. ما هي المساحة اللي هي 4 هتساوي نص في القاعدة، القاعدة اللي هي أ ب اللي أنا معرفهاش أصلاً. في ما خلي بالك المثلث قائم هنا، فدي القاعده وده الارتفاع اللي هو 4. طيب على هنا على الاثنين طبعا النص هيروحوا على 4، يبقى هنا 2، يبقى 2 ا ب بيساوي 4، هقسم هنا على 2 وهنا على 2، يبقى ال ا ب بيساوي 2، يعني ال ا ب دي طولها 2. طب ما هو كده اتحرك على السين كام؟ 2، يبقى اكيد ان النقطه ا دي 2 و4،
يبقى انا كده عرفت النقطة الف يا باشمهندس. طالما الالف ب طولها 2 يبقى انا عرفت ان النقطة الف عبارة عن 2 و4. طيب تعالى بقى نروح للدالة الخطية دي اللي هي ر س بتساوي ن س زائد الكاف. انا عارف كده اللي هي بتعدي بالنقطة 2 و4 و0 و0، وبما ان النقطة دي بتعدي بالنقطة 0 و0 يبقى مفيش رقم هنا، يبقى اكيد ان الكاف بتساوي 0. طب بعد كده مش ال ر س دي اللي هي الصاد؟ طب ما انا معايا الصاد هنا 4، يبقى ال 4 بتساوي ن في س، مش س دي اللي هي 2؟ حلو قوي، هقسم هنا على 2 وهنا على 2، ده هتروح، يبقى النون بتساوي 4 على 2 فال 2، يبقى قيمه النون ب 2 وقيمه الكاف ب 0، يبقى انا كده مسالتي خلصت يا باشمهندس، ويا رب تكون مستوعبها كويس جدا. تعالى السؤال 14، سؤال الدقهليه السنه اللي فاتت، وركز لي في حبتين. بيقول لك واو نقطه الاصل في نظام احداثي متعامد، والف ج الف ج او اللي هو ده بيمثل بيانيا الداله الخطيه داله س عباره عن س زائد 3، والف ب يمثل بيانيا الف ب اهو يمثل بيانيا الخط دي اللي هي ميم س زائد الكاف. وقال لي ان طول الباء ج من هنا الى هنا 7 وحده طول، عايز منه قيمه الكاف وقيمه الميم. طيب انا دلوقتي النقطه الف دي موجوده على محور مين؟ على محور الصادات، يعني اكيد السين بتاعتها بصفر، يعني دي صفر وصاد. طيب النقطة ب موجودة على محور السينات، يعني في س ومفيش صاد، وزيها النقطة ج في س ومفيش صاد، وأكيد السين هنا هتطلع برقم موجب والسين هنا هتطلع برقم سالب. حلو جدا. طيب أنا بحلل المسألة بتاعتي، مش أنت قلت إن الدالة الخطية دالة س س زائد 3 اللي هي الألف ج؟ يعني أنا معايا معادلة ده. حلو أهو، دالة س اللي هي مين؟ اللي هي الصاد، يبقى الصاد بتساوي س زائد 3. طب ما انا لو عايز اجيب نقطة التقاطع مع محور الصادات احط السين بصفر، يعني دي بصفر، فبناء عليه الصاد هتبقى بتلاتة، يبقى هو بيعدي بالنقطة صفر وتلاتة، يبقى انا كده عرفت ان نقطة ألف بصفر وتلاتة، يبقى انا بالنسبة لي النقطة ألف دي طلعت بصفر وتلاتة يا باشمهندس، كلامك جميل جدا. طيب الوقت انا اعرف اجيب نقطة جيم مع نقطة جيم هي نقطة التقاطع مع محور مين؟ مع محور السينات، يبقى انا نفس المعادلة دي اهي، صاب بتساوي س زائد 3 بس هحط الصاب بصفر، فلما احط الصاب بصفر هودي للناحيه الثانيه يبقى س بتساوي سالب 3، يبقى هي بتعدي بالنقطه سالب 3 وصفر، يبقى انا كده عرفت ان نقطه ج دي سالب 3 وصفر. خلي بالك لو هي سالب 3 يبقى هو اتحرك هنا 3، وقال لك ان ال ب ج كلها 7 يبقى هو اكيد هنا اتحرك 4، وبالموجب يبقى النقطه ب 4 وصفر، يبقى انا كده عرفت النقطه الف وعرفت النقطة ج وكمان عرفت النقطة ب إن هي 4 وكام؟ 4 و0. تمام كده؟ تمام أوي. فكده الخط بتاع الألف ج أنا بقيت عارف عليه نقطتين، فأقدر أعوض يا باشمهندس. ليه؟ لأن هو بيقول لك إن الخط بتاع الألف ب عبارة عن ر س بتساوي ميم س زائد الكاف، وأنت عارف إن ر س اللي هي مين؟ اللي هي الصاد. فهنا هجرب هعوض بقى بالنقطتين اللي هم ألف والنقطة اللي هي الب. طبعا أنا مش مهندس، بالنسبة لي هشيل الألف، طبعا هشيل الصاد دي واحط مكانها 3، يبقى ال 3 بتساوي ميم س يعني ميم في 0 زائد الكاف، ميم في 0 بصفر، يبقى الكاف كده بكام؟ الكاف ب 3. خلاص؟ يبقى أنا كده وصلت يا باشمهندس إن قيمة الكاف المفروض بتساوي كام؟ المفروض بتساوي 3 يا باشمهندس، كلامك جميل جدا جدا. تعالى بقى نجيب قيمة الميم، قيمة الميم، تعالى نجيب قيمة الميم. هنعوض هنا برضو، انا عرفت انها بتعدي ب 4 و0 و0 و3، والر س هي دي، تمام يا باشمهندس. هنعمل فيها ايه بقى؟ هنعوض برضو بنفس النقطة اللي هي 4 و0، فأنا هنا هشيل الس وأحط 4 وأشيل الصاد وأحط 0، يبقى الصفر هيساوي 4 س زائد الكاف اللي أنا جبتها أصلاً بكام؟ جبتها ب 3 يا باشمهندس، خلاص؟ 4 ميم، 4 ميم زائد 3، هودي للناحية التانية. يبقى ال 4 م بتساوي سالب 3، هقسم هنا على 4 وهنا على 4 دي هتروح، يبقى الميم بسالب 3 على 4، يبقى انا كده جبت ان الميم بسالب 3 على ال 4، وكده جبت الكاف بكام؟ ب 3. هو مطلع الكاف ب 23 ازاي؟ لان دي محيره دماغي من ساعتها. هي الكاف ب 3 مش ب 23، فدي غلطه مطبعيه بس مش اكتر. يبقى انا بالنسبه لي كده عرفت ان ال ر س عباره عن، انا جبت الميم بسالب 3 على 4 يبقى دي سالب 3 على ال 4 س زائد كاف اللي هي 3، يبقى سالب 3 على ال 4 س زائد ال 3. هو عايز منك بس حته بسيطه كمان يا باشمهندس اللي هي ر 8، يبقى سالب 3 على ال 4 في س اللي هي 8 زائد ال 3،
على 4 فعل 1 على 4 فعل 2، سالب 3 في 2 بسالب 6، سالب 6 زائد 3 يبقى سالب 3. يبقى بالنسبة لي إن القيمة دي بسالب 3. سؤال السنة اللي فاتت وسؤال مهم جدا جدا وكويس. سؤال 15 بيقول لي أثناء قراءة كريم الكتاب وجد أنه بعد 3 ساعات فاضل له 50 صفحة، وبعد 6 ساعات فاضل له 20 صفحة. فإذا كانت العلاقة بين الزمن نون وعدد الصفحات هي علاقة خطية. طيب بص معايا، هو عايز يمثل العلاقة بينين، فأنت هتعمل خط كده أهو. هو عايز مني إن عدد العلاقة بين الزمن نون وعدد الصفحات، فهنا عدد الصفحات اللي هو ص، وهنا بالنسبة لي الزمن اللي هو نون. هو بعد 3 ساعات فاضل له 50، يعني كأنه بيعد بالنقطة 53، وبعد 6 ساعات فاضل له 20، يعني كأنه بيعد بالنقطة 26، وهو قال لك العلاقة دي علاقة ايه؟ خطية. فده الزمن طبعا بالساعات، فانا هقسمه كده 1 2 3 4 5 6، وهنا هقسم عدد الصفحات بتاعتي وليكن 10 20 30 40 50 60 70 80 وهكذا. فهنا 53 ادي 3 وادي النقطة 50، وبعد كده 6 مع 20، 6 مع 20 اللي هي النقطة دي. كلامك جميل. هو قال لك ان دي علاقة خطية، فكل الفكرة ان انت هتجيب مسطرتك في الرسم البياني وتقوم موصل الخطين دول ببعض كده. فهتلاقي ايه؟ هتلاقي هنا ام جاي عند الثمانية، وهتلاقي هنا ام قطع عند الثمانية. يعني بعد الثمان ساعات يا باشمهندس مش هيفضل له ولا صفحة، وعند الثمانين هنا هيبقى اقصى حاجة. تمام. فهو بيقول لي مثل العلاقة بين نون وصاد بيانيا، وعايز العلاقة الجبرية ما بينهم. عشان اجيب العلاقة المفروض انت لسه ما خدتش درس تكوين المعادلة، بس انا هقولها لك. خلاص هنجيب الميل زي ما كنا بنجيبه في تاني اعدادي. الميل بيساوي الدلتا صاد على الدلتا س، فرق الصادات يعني 50 ناقص 20 على فرق السينات 3 ناقص 6، 3 ناقص 6. 50 ناقص 20 30، 3 ناقص 6 سالب 3، 30 على سالب 3 يبقى سالب 10. طب ما انا عارف ان المعادله الخطيه بتبقى ص بتساوي ا س زائد ب. خلي بالك ان الالف ده هو الميل، ده هتعرفها من معادله الخط المستقيم. يا اما تكون وتعوض بالنقطتين وتحل معادلتين مع بعض، بس دي طويله، فاحنا هناخد الطريق السهل. يبقى ص بتساوي 10 س زائد ب. خلاص انت هتلاقي هنا قطع عند النقطه 0 و80، يعني النقطه دي بتحقق. فلما انا احط السين بصفر هتطلع الصاد ب 80، يعني ال ب هتبقى ب 80. يبقى الصاد بتساوي سالب 10 س اللي هو الميل زائد ب اللي هي 80. يبقى هي دي كده العلاقه الخطيه، صاد بتساوي سالب 10 س زائد الجي. تمام. وطبعا السين هنا اللي هو معوض عنها بالنون، يبقى سالب 10 ن زائد 80. بيقول لي ما الوقت الذي يستغرقه كريم في القراءه حتى ينتهي من الكتاب؟ طبعا طالما قطع هنا عند 8 ساعات يبقى هو هياخد 8 ساعات. كم عدد صفحات الكتاب المتبقية عندما بدأ كريم القراءة؟ والله أول ما بدأ يعني الزمن كان بصفر، كان فاضل له 80 صفحة، يبقى دي 8 ساعات ودي بالنسبة لي 80 صفحة. دي تطبيقات مهمة جدا يعني، بس صعب يجيلك في الامتحان، بس لازم تبقى عارف. كده احنا خلصنا الجزء الخاص بالدالة الخطية بأمر الله. هناخد بريك كده ونصلي إن شاء الله، ويبقى فاضل لنا مسائل الدالة التربيعية هنحلها مع بعض برضه، عشان في أكتر من سؤال رسمة وهنحلهم مع بعض بامر الله برضه المتفوقين بتاعتها. انا نخش بعد كده بقى على مسائل الداله التربيعيه، وده الجزء المهم في الدرس واكتر جزء بيجي عليه اسئله في الامتحانات. السؤال الاول بيقول لي اذا كانت النقطه 3 و2 هي راس منحنى الداله التربيعيه فان معادله خط التماثل. طالما هي دي نقطه راس المنحنى فقلنا العدد الاول هو معادله محور التماثل. طب ما هو العدد الاول ده هو السين، يبقى اكيد ان معادله محور التماثل هي س بتساوي 3، ويبقى بالنسبه لي الاختيار ا هو الاختيار الصح. بيقول انا عايز منك نقطه راس منحنى الداله د، حيث د س عباره عن 2 س تربيع ناقص 4 س زائد 5. ما نقطه راس المنحنى عباره عن سالب ب على ال 2 ا ودلت سالب ب على ال 2 ا. كلام جميل. هعمل ايه؟ هجيب السالب ب على ال 2 ا. نعرفين ان الالف اللي هو معامل السين تربيع ب2، والباء اللي هي معامل السين بسالب 4، والجيم اللي هي الحد المطلق ب5. سالب ب يبقى سالب سالب 4 بموجب 4 على 2 ا اللي هي 2 في 2 ب4.
4 على 4 فيها الواحد، يبقى انا كده عرفت ان لازم الاحداث السيني بواحد، فهنا مفيش واحد، هنا في واحد، هنا دي 2 دي 3، يبقى هي اكيد الاختيار ب من غير بقى ما احسب يا باشمهندس داله الواحد. ولكن انت لو عايز تحسب داله الواحد مفيش فيها ادنى مشكله، عشان تتاكد يعني هتجيب داله الواحد يبقى تساوي 2 في 1 تربيع بواحد ناقص 4 في 1 ب 4 زائد 5. 2 زائد 5 7 ناقص 4 3، يبقى هي المفروض فعلا النقطة 1 و3، عشان لو انت لقيت في الإجابات مثلا 1 وعدد تاني يبقى انت تعرف ازاي احنا حسبناها وازاي طلعناها بكل ايه؟ بكل بساطة. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي معادلة خط التماثل لمنحنى الدالة دالة س بتساوي س تربيع. طيب نفس الفكرة، عشان اجيب معادلة خط التماثل لازم اجيب نقطة رأس المنحنى، فهنا يا باشمهندس رأس المنحنى اللي هو لسه قايلينه سالب ب على الاتنين ألف. طب هنا الألف معامل السين تربيع بواحد، الب اللي هي معامل السين بصفر، الجيم اللي هي الحد المطلق بصفر، فسالب ب يعني سالب صفر بصفر، على 2 ألف اللي هو 2 في 1 ب 2، وصفر على أي حاجة بكام؟ بصفر، يبقى معادلة خط التماثل هي س بتساوي صفر، لأن معادلة خط التماثل أنا باخد الإحداثي السيني يبقى س بيساوي صفر ويبقى الاختيار ب هو الاختيار الصح. السؤال رقم 4 بيقول لي معادلة خط التماثل لمنحنى الدالة دي، دالة س بتساوي س ناقص 2 الكل تربيع، ركز معايا. هبدأ أفك دي، هيبقى دالة س بتساوي الأول تربيع بس تربيع، نفس الإشارة سالب 2 في الأول في الثاني يبقى 4 س، زائد الأخير تربيع اللي هو 2 تربيع ب 4، فهنا الألف بواحد، والب بسالب 4، والجيم برضه ب 4، هنجيب بقى السالب ب على الاتنين ألف، سالب ب يعني سالب سالب 4 يبقى موجب 4، على 2 ألف اللي هو 2 في 1 ب 2، 4 على 2 في 2 يبقى معادلة خط التماثل هي س بيساوي 2، يعني بالنسبة لي برضه الاختيار ب هو الاختيار الصح. السؤال 5 بيقول لي إذا كان منحنى الدالة دالة س بيساوي س تربيع زائد ج يمر بالنقطة 0 و2 فإن الج، ما هي دي السين ودي الصاد ودالة س هي الصاد، فأنا هشيل الصاد وأحط 2، هتساوي س تربيع يعني 0 تربيع زائد الج، يبقى الاتنين بتساوي صفر تربيع ملوش لازمة، يبقى الاتنين بتساوي الجيم، يبقى الجيم بتساوي 2، ويبقى الاختيار الصح هو الاختيار ايه؟ الاختيار جيم يا باشمهندس. تعال نشوف السؤال اللي بعده. السؤال 6 بيقول لي إذا كانت سالب 2 وصاد تنتمي لمنحنى الدالة دي، طيب ما احنا عارفين إن دالة س هي الصاد، فأنا هشيل الصاد وأحط مكانها صاد، أهي يا باشمهندس هتساوي، هشيل السين وأحط سالب 2 يبقى دي سالب 2 تربيع زائد الواحد. سالب 2 تربيع ب 4 زائد الواحد يبقى الكلام ده بيساوي 5، ويبقى الاختيار ده اللي هو الاختيار الصح. السؤال 7 بيقول لي الشكل البياني الموثل للدالة دالة س بتساوي س تربيع ناقص 2 س زائد 1 هو الشكل رقم ايه؟ عشان اجيب الشكل يا باشمهندس هبدأ اجيب نقطة رأس المنحنى، فأنا عندي هنا أ بيساوي سالب معامل س على معامل سوري الأ اللي هو معامل س تربيع بواحد، والب معامل س بسالب 2، والجيم الحد المطلق بواحد. أول حاجة إن معامل س تربيع هنا واحد، يبقى أكيد إن المنحنى ده مفتوح لأعلى لأنه موجب، طبعًا دي دالة ثابتة مش هينفع، وده مفتوح لأسفل مش هينفع، يبقى يا إما دي يا إما دي، فتعالى كده هنشوف هنجيب إيه؟ أنا هجيب سالب ب على الاتنين أ اللي هي معادلة محور التماثل، سالب ب يبقى سالب سالب 2 بموجب 2 على 2 أ اللي هو 2 في 1 ب 2 و2 على 2 في 1، يبقى أنا بالنسبة لي نقطة رأس المنحنى هي واحد وحاجة. خلاص انا عرفت الرسمه ليه، لان هنا نقطه راس المنحنى عند الصفر فدي غلط، يبقى اكيد هي الاختيار ده، لان الواحد هنا تقريبا، يبقى بالنسبه لي الاختيار ده اللي هو الاختيار ايه الصح. خلاص سؤال جميل قوي. السؤال اللي بعده السؤال رقم 8 بيقول لي الشكل المقابل يمثل منحنى الداله التربيعيه ا بيساوي سالب 4 وصفر فان معادله محور التماثل هي ايه؟ طيب خلي بالك ان ده الالف، قال لك ان الالف ده عباره عن سالب 4 وصفر، وانا عارف يا باشمهندس الواو دي عباره عن نقطه الاصل صفر وصفر، ما هو معادله بمحور التماثل ومعادله الخط اللي بيقسم الشكل بالنص، يعني المسافه لو انا سميت النقطه دي مثلا د، يبقى المسافه واو د قد المسافه د الالف. طيب ما انا ما اتحركت من واو لالف، المسافه دي 4 يبقى هتتقسم 2 و2، يبقى اكيد ان نقطه د دي عباره عن سالب 2 وصفر، يبقى معادله راس المنحنى خلي بالك برضو النقطه دي سالب 2 وعدد انا مش عايزه مش عارفه، مش مهم العدد ده اصلا، المهم الاحداث السيني، يبقى المعادله بتاعتي هي س بتساوي سالب 2، ويبقى الاختيار ج هو الاختيار الصح، وده سؤال جميل جدا. السؤال رقم 9 بيقول لي القيمه العظمى للداله دي، طيب عشان اجيب القيمه العظمى هجيب ألف وهجيب الب كفايه، الألف اللي هو معامل الس تربيع بسالب 2، الب اللي هي معامل الس ب 4، هبدا اجيب السالب ب على ال 2 ألف، سالب ب يبقى سالب 4
على 2 ألف اللي هو 2 في سالب 2 في سالب 4، سالب 4 سالب 4 بواحد. مش احنا عارفين ان نقطة رأس المنحنى سالب ب على ال 2 ألف ودالة سالب ب على ال 2 ألف؟ أيوه يا باشمهندس. طب ما أنا جبت دي بواحد، يبقى أنا هحسب دالة مين؟ ما هو ده بواحد، يبقى أنا هحسب دالة الواحد. يبقى دالة الواحد هتبقى سالب 2 في 1 تربيع بواحد زائد 4 س 4 في 1 ب 4 زائد 3. 4 و3 7، 7 ناقص 2 5. يبقى القيمة دي هي القيمة العظمى أو الصغرى، وهو حدد لك إن هي عظمى، يبقى 5، ويبقى الاختيار ده هو الاختيار الصح. السؤال اللي بعده رقم 10 بيقول لي إذا كانت دالة س بتساوي س تربيع فإن دالة س تنتمي لإيه؟ بيقول لك س تنتمي من سالب 2 ل 2. ركز معايا، أنا هشيل الس وأحطه مرة سالب 2 ومرة سالب 1 ومرة 0 ومرة 1 ومرة 2، الأعداد اللي هي الصحيحة بس. فهنا هيبقى سالب 2 تربيع ب 4، وهنا هيبقى سالب 1 تربيع ب 1، و0 تربيع هيبقى ب 0، و1 تربيع ب 1، و2 تربيع ب 4. فهي بتنتمي للأرقام دي، فأصغر رقم هنا هو الصفر، والصفر مقفول. ليه الصفر مقفول؟ لأن الصفر مغلق في الفترة دي. وأكبر رقم هو الأربعة، والأربعة برضو مغلقة لأن الاتنين بتنتمي للفترة دي أو السالب اتنين. يبقى من صفر لأربعة مغلق، ويبقى بالنسبة لي يا باشمهندس الاختيار الجيم هو الاختيار إيه الصح. ده برضو سؤال جميل جدا جدا. خلاص كده خلصنا الجزء ده، تعال نشوف الجزء اللي بعده. طيب ركز بقى معايا، الجزء اللي بعده يا باشمهندس ده جزء مهم جدا جدا، واللي بنسبة يعني 75% تقريبا بيجي لك رسمة في الامتحان على رسم الدالة التربيعية. رسم الدالة التربيعية هو بيعتمد على جدول صغير جدا، ولكن الجدول ده بيتعمل على الآلة الحاسبة، فركز بقى معايا كده عشان إن شاء الله هنظبط المسائل دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا بأمر الله. السؤال رقم 17 والسؤال المهم جدا جدا بقى، بيقول لي مثل بيانين كل من الدوال الآتية، ومن الرسم استنتج إحداث نقطة رأس المنحنى ومعادلة محور التماثل والقيمة العظمى أو الصغرى للدالة. بص بقى معايا، انت المفروض ان انت بتعمل جدول للفتره اللي هو مديها لك، فالجدول ده احنا هنعمله عن طريق الاله الحاسبه، وركز معايا لان هيفيدك جدا. انت هتعمل مود ورقم 7 عندي اللي هي تيبل، في بعض الالات التانية هتلاقيها 5 او 3، المهم تدور على كلمه تيبل وتضغط الرقم بتاعها. هيكتب لك اف اكس. طب انا عايز اكتب 2 س تربيع، الاثنين سهله جدا، ادي الاثنين. عشان اكتب السين دي، السين دي هي الاكس على الاله، تمام؟ طب هكتبها ازاي؟ هعمل زرار الالفا اللي هو الزرار ده وزرار القوس اليمين، فكتب لي اكس، وبعد كده تربيع، اعمل تربيع عادي جدا وهضغط يساوي. فيقول لي الستارت اللي هي البدايه، اقول له والله انا عايز بدايتي من السالب 2 اللي هو الرقم ده. طب النهايه، هقول له والله 2 واضغط يساوي، ودي دايما بسيبها 1 واضغط يساوي. هتلاقي هو عامل لك الجدول، لما سالب 2 الناتج كام؟ الناتج اهو يا باشمهندس 8، لما السالب 1 الناتج 2 وهكذا. فكل ما عليك بص بقى هتعمل ايه، هننقل القيم دي في ورقه الرسم اهي. انت بتجهز ورقه رسم كده جميله اهي، وهبدا اعمل ايه بقى، هنقل القيم دي. انا بالنسبه لي ادي السالب 2 والسالب 1 والصفر والواحد والاثنين، واجي هنا كده 8 وانزل تحت يبقى 2، انزل بعدها يبقى 0، انزل كمان واحده 2، انزل كمان واحده 8. كده دور الاله انتهى معاك خالص، تركنها على جنب وتبدا تيجي ترسم معايا يا باشمهندس. يلا اول نقطه هي سالب 2 و8، ادي السالب 2 وادي ال8 اللي هي النقطه دي، معايا سالب 1 و2، ادي سالب 1 و2 اللي هي النقطه دي، بعد كده 0 و0 نقطه الاصل، بعد كده 1 و2 اللي هي النقطه دي، وبعد كده 2 و8 اللي هي النقطه دي. حطيت النقط، هترسم المنحنى بتاعك، وده بترسم بالايد ما بترسمش بالمسطره يا باشمهندس اهو. ده كده المنحنى بتاع الداله التربيعيه بتاعتي. هو عايز منك ايه؟ عايز منك نقطه راس المنحنى. نقطه راس المنحنى واضحه جدا اللي هي بالنسبه لي 0 و0. عندك معادله محور التماثل، هتاخد ان س بيساوي 0، ما هو دي الس ودي الصاد. القيمة العظمى ولا الصغرى بناء على ايه؟ بناء على المنحنى. طبعا دي اقل نقطة فيه، يبقى دي قيمة صغرى، واقول له ان القيمة الصغرى بتساوي صفر يا باشمهندس، ويبقى بالنسبة لي كده انا مسألتي خلصت بكل بساطة. خلاص مش عايزين ناخد وقت في الفاضي ونقعد نطول الفيديو على بعض، وهو اصلا الموضوع سهل خالص. تعال نعمل رقم 2 بنفس الطريقة بالظبط. هروح للآلة، هي س تربيع زائد الواحد اهو. بص معايا، هكتب بقى ايه؟ س تربيع ازاي؟ الفا والقوس اليمين تربيع اهو، يبقى كده س تربيع زائد الواحد. طيب البدايه هنا سالب 3، النهايه 3، والخطوه دي بسيبها 1 بس كده. انا كده خلصت، هنقل هنا سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3، تمام تمام قوي. هتروح على الجدول ده، 10 بعدها 5 بعدها 2، يبقى 10 5 2 ماشي، بعد كده 1 وبعد كده 2، ادي 1 و2
وبعدين 5 وبعدين 10، 5 و10 نفس الترتيب بالظبط كده. دور الآلة خلص، هتروح تمثل بيانيا. عندك سالب 3 مع 10 اللي هي النقطة اللي فوق دي كده، وعندك سالب 2 مع 5 اللي هي النقطة دي كده، وعندك 0 مع الواحد النقطة دي، عندك 1 مع 2 اللي هي النقطة دي. سوري احنا نسينا سالب 1 و2، سالب 1 و2 اهي، 1 و2، 1 و2 اهي، 2 و5 اللي هي النقطة دي، هنا 3 و10 اللي هي النقطة دي كده، وابدأ اوصل المنحنى وقلنا بإيدك اهو. ده كده المنحنى بتاعي، تمام تمام قوي. هنبدأ نجيب نقطة رأس المنحنى طبعا اللي هي النقطة دي بالنسبة لي 0 و1. ده السين وده الصاد، معادلة محور التماثل هي س بتساوي صفر. طيب القيمة طبعا دي أقل نقطة، يبقى القيمة الصغرى بتساوي واحد، ويبقى أنت كده خلصت المسألة بتاعتك وزي الفل يا باشمهندس، وتاخد درجتك كاملة بأمر الله خلاص. فالموضوع أنا عايز أفهمك إن هو سهل ومش محتاج منك شغل كتير خالص. تعال نشوف رقم 3 يا باشمهندس، هنكتب الدالة برضه على الآلة اللي هي بالنسبة لي س تربيع، يبقى ألفا القوس اليمين تربيع ناقص 2، واضغط يساوي، البداية سالب 3 والنهاية برضه 3، والخطوة 1. وهبدأ أنقل الجدول اللي على الشمال ده، هركن الآلة كده وأجيب الورقة بتاعتي، خليك بقى ثابتة هنا، متكعبناش. هنا بالنسبة لي بقى هكتب سالب 3، سالب 2، سالب 1، 0، 1، 2، 3. هروح للجدول الشمال هتلاقي 7، 2، سالب 1. 7 2 سالب 1، بكتب يعني بنجز سالب 2 وسالب 1، سالب 2 وسالب 1، واخر 2 2 و7، 2 و7. انا كده خلصت دوري بالاله، ويجي للتمثيل البياني. عندي السالب 3 مع السبعة اللي هي النقطه دي، عندي السالب 2 مع الاثنين اللي هي النقطه دي، عندي سالب 1 مع السالب 1 اللي هي النقطه دي، وعندي 0 مع سالب 2 النقطه دي، عندي 1 مع السالب 1 دي، 2 و2 اللي هي النقطه دي، 3 و7 اللي هي النقطه دي. ونبدا نرسم المنحنى، وقلنا بايدينا يا باشمهندس بالشكل ده كده اهو. ده كده المنحنى بتاع الدالة التربيعية. نقطة رأس المنحنى اللي هي النقطة دي عبارة عن صفر وسالب 2، دي السين ودي الصاد، معادلة محور التماثل س بيساوي صفر، والقيمة طبعا الصغرى لأن دي أقل قيمة، يبقى القيمة الصغرى بتساوي سالب 2، ويبقى أنا كده خلصت المسألة يا باشمهندس وكله زي الفل بأمر الله، وكده خلصنا رقم 3. تعال نشوف رقم 4 بنفس الطريقة، هنكتبها على الآلة الحاسبة. معايا 2 ناقص الفا القوس اليمين كتب اكس تربيع، ونفس الفترة سالب 3 وبعدين 3، وبعدين كده الخطوة زي ما هي، يعني يعتبر نفس الفترة بالظبط يا باشمهندس. الرسمة دي مع الرسمة اللي فاتت اختلاف طفيف جدا جدا. بص كده معايا، ادي السالب 3 وادي السالب 2، سالب 1 0، 1 2 3. هنا سالب 7 سالب 2 1، سالب 7 سالب 2 1، بعدين 2 بعدين 1 بعدين 2 بعدين 1، بعدين سالب 2 وسالب سالب 7 سالب 2 وسالب 7. جميل جدا. تعالى بقى لخطوه التمثيل. معانا سالب 3 مع سالب 7، ده احنا المره دي ايه، هننزل تحت شويه اهو. سالب 3 مع سالب 7 اللي هي النقطه دي، معانا سالب 2 مع سالب 2 اللي هي النقطه دي، معانا سالب 1 مع الواحد اللي هي النقطه دي، معانا 0 و2 اللي هي النقطه دي، معانا 1 و1 اللي هي النقطه دي، معايا 2 وسالب 2 النقطه دي، معايا 3 وسالب 7 اللي هي النقطه دي. وزي ما انت ملاحظ كده ان المنحنى هيبقى مفتوح لاسفل بالشكل ده كده. هنا بقى نقطه راس المنحنى اللي هي النقطه دي عباره عن 0 وسالب 2، ده عباره عن السين وده عباره عن الصاد، معادله بمحور التماثل يبقى س بيساوي 0. طبعا دي اعلى نقطه، يبقى دي قيمه عظمى، والقيمه العظمى بتساوي كام؟ بتساوي 2، طبعا هي 0 و2 خلاص. يبقى نقطه راس المنحنى هي 0 و2، معادله محور التماثل س بيساوي 0، والقيمه العظمى هي ال2، ويبقى انت كده خلصت الرسمه بتاعتك برضو بكل بساطه بامر الله. تعال نشوف رقم 5، تعال نكتبها على الاله. س تربيع ناقص 2 س، يبقى ده الفا القوس اليمين تربيع ناقص 2 الفا اكس. البدايه بقى معاك سالب 2 والنهاية 4، والخطوة دي بنسيبها 1، وهننقل الجدول الجميل ده من الآلة الحاسبة خلاص. بسم الله، احنا عندنا من سالب 2 ل 4، يبقى سالب 2 سالب 1 0، 1 2 3 4. عندنا بقى 8 3 0، ادي 8 3 0، سالب 1 0 3، سالب 1 0 3، واخر رقم هو 8. انا كده خلصت.
عندنا بقى تمثيل، يبقى بالنسبة لي سالب 2 مع 8 سالب 2 مع 8، سالب 1 مع 3 سالب 1 مع 3، صفر مع صفر اهي، الواحد مع السالب 1 اهي يا باشمهندس، الاتنين مع الصفر النقطة دي، 3 مع 3 اللي هي النقطة دي، 4 مع 8 اللي هي النقطة فوق دي. خلاص، ونبدأ نرسم الشكل ده كده اهو، ده كده المنحنى بتاعي. طبعا دي نقطة رأس المنحنى اللي هي 1 وسالب 1، طبعا دي السين ودي الصاد، معادلة محور التماثل س بيساوي 1، طبعا دي نقطة تحت يبقى قيمة صغرى، وهاخد الصاد اللي هي سالب 1 يبقى القيمة الصغرى يا باشمهندس هي سالب 1، ويبقى أنا كده مسألتي خلصت وزي الفل وما فيهاش أدنى مشكلة بأمر الله. خلاص، ده كده ما يخص السؤال 5. تعالى نخش على اللي بعده، السؤال رقم 6، نفس الفكرة، هنعمل الجدول عن طريق الآلة الحاسبة. هكتب بقى يا باشمهندس س تربيع، يبقى ادي الفا اكس تربيع، الفا اكس تربيع زائد 2 س يبقى 2 الفا اكس زائد 1، البدايه سالب 4 والنهايه 2، والخطوه زي ما هي 1، وننقل الجدول. يلا بينا، يلا بينا يا باشمهندس. بسم الله، سالب 4 سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2، انقل بقى الارقام كده، 9 4 1 0، 9 4 1 0، انزل كده 1 4 9، 1 4 9، الآلة قول لها شكرا وتعالى بقى هنا. أنت عندك السالب 4 مع التسعة فوق هنا كده، والسالب 3 مع الأربعة هنا كده، والسالب 1 مع الصفر، سالب 1 مع الصفر هي دي، ومعاك الصفر مع الواحد دي، 1 مع الأربعة النقطة دي، والاتنين مع التسعة اللي هي النقطة اللي فوق دي، ونبدأ نرسم المنحنى بتاعنا أهو يا باشمهندس. كده المنحنى، كلام جميل. نقطة رأس المنحنى طبعا واضحة، هي بالنسبة لي سالب 1 وصفر، ده السين وده الصاد، يبقى معادلة محور التماثل س بتساوي سالب 1، والقيمة طبعا دي أقل نقطة يبقى صغرى بتساوي صفر، يبقى بالنسبة لي السين بتساوي سالب 1 معادلة محور التماثل، والقيمة الصغرى بتساوي كام؟ بتساوي صفر يا باشمهندس، يبقى أنا كده مسألتي خلصت وزي الفل وما فيهاش أدنى مشكلة. خلاص، دي كده رقم 6، وتعالى نشوف اللي بعدها بتقول إيه. 7 ونفس الفكرة، يلا روح لي للآلة الحاسبة الجميلة بتاعتنا أهي، عايز أكتب س ناقص 2 الكل تربيع، هفتح قوس أدي ألفا إكس ناقص 2، أقفل القوس تربيع، أضغط يساوي، البداية سالب 1 والنهاية 5. عمل لك الجدول، هتجيب ورقة الرسم بتاعتك الجميلة كده اهي رقم 7، وهتحط القيم، انت عندك من السالب 1 يبقى سالب 1 0 1 2 3 4 5، وانقل القيم دي، عندك 9 4 1 0 9 4 1 0، بعد كده 1 4 9 1 4 9، انت كده خلصت يا باشمهندس. نبدأ نرسم، انت عندك السالب 1 مع التسعة النقطة دي، وعندك الصفر مع الأربعة النقطة دي، وعندك الواحد مع الواحد، وعندك الاثنين مع الصفر، وعندك التلاتة مع الواحد، والأربعة مع الأربعة، والخمسة مع التسعة اللي هي النقطة دي، يبقى نرسم المنحنى بالشكل ده كده. حلو، دي نقطة رأس المنحنى اللي هي النقطة 2 وصفر، ده السين وصاد الصاد، معادلة محور التماثل س بتساوي 2، طب دي أقل نقطة تحت يبقى قيمة صغرى، والصغرى باخد الصاد اللي هي صفر، يبقى السين بتساوي 2، دي معادله محور التماثل، والقيمه الصغرى بتساوي صفر، ونقطه راس المنحنى طبعا هي النقطه كام؟ هي النقطه 2 وصفر. تعالى اللي بعدها واكتبها على الاله زي ما هي كده بالظبط، س يعني الفا اكس، افتح قوس، س ناقص 2 يبقى الفا اكس ناقص ال 2 ناقص 3، واضغط يساوي، البدايه عندك سالب 2 والنهايه عندك 4، ظهر لك الجدول الجميل، اركن على جنب، هات الورقة اللي انت مقسمها كده واكتب بقى، يلا احنا عندنا سالب 2 سالب 1 0 1 2 3 4، انقل من الجدول، 5 0 سالب 3 5 0 سالب 3 سالب 4 سالب 3 سالب 4 سالب 3 0 و5 0 و5. خلاص، انت كده خلصت دورك بالآلة الحاسبة. يلا، سالب 2 مع 5 سالب 2 مع 5 سالب 1 مع 0 اللي هي النقطة دي، 0 مع سالب 3 هننزل تحت شوية هنا كده، الواحد مع سالب 4 هننزل كمان شوية تحت، عندنا الاتنين مع السالب 3، الاتنين مع السالب 3، التلاتة مع الصفر، والأربعة مع الخمسة. خلاص،
هي دي كده النقط. تعالى بقى اوريك شكل المنحنى، هيبقى عامل بالشكل ده كده. خلاص، طبعا نقطة راس المنحنى اللي هي النقطة دي اللي هي واحد وسالب أربعة، دي السين ودي الصاد، معادلة محور التماثل س بتساوي واحد، والقيمة طبعا هتبقى صغرى لأن النقطة تحت، يبقى بالنسبة لي القيمة الصغرى بتساوي سالب أربعة. يبقى أنا بالنسبة لي واحد وسالب أربعة، والقيمة الصغرى بتساوي كام يا باشمهندس؟ بتساوي سالب أربعة. ده كده اللي هو السؤال كام؟ السؤال 8. خلاص، هل فيها أي مشكلة؟ سهلة جدا. تعالى نشوف اللي بعدها، نجهز آلتنا برضو. احنا كده حلينا رقم 8، نجهز الآلة ونجهز الرسمة بتاعة السؤال 9. تمام، بسم الله، ركز معايا. هنكتب دي 3 ناقص 2 س يبقى 2 ألفا إكس، ناقص س تربيع يبقى ألفا إكس تربيع. تمام، البداية سالب 4 والنهاية 2 والخطوة برضو 1. تمام، الآلة طلعت لك القيم إن إل، سالب 4 سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2. انقل بقى اللي على الشمال ده، سالب 5 0 3 4، سالب 5 0 3 4، وبعد كده 3 0 سالب 5، 3 0 سالب 5. كده خلصت دورك بالآلة، تعالى للرسمة. يلا بينا، سالب 4 مع سالب 5، هننزل تحت شوية، سالب 4 مع سالب 5، سالب 3 مع الصفر، سالب 2 مع 3، سالب 2 مع 3، سالب 1 مع الأربعة، صفر مع التلاتة، واحد مع الصفر، اتنين وسالب خمس. خلاص، يبقى المنحنى عامل بالشكل ده كده. حلو جدا، دي نقطة راس المنحنى اللي هي النقطة سالب واحد واربعة، دي السين ودي الصاد، يبقى معادلة محور التماثل س بيساوي سالب واحد. طب دي قيمة ايه؟ دي قيمة عظمى. اشمعنى؟ لان النقطة فوق، يبقى العظمى بتساوي اربعة، يبقى س بتساوي سالب واحد والعظمى بتساوي اربعة. هي ده كده يا باشمهندس اجابة السؤال رقم كام؟ اجابة السؤال رقم 9. خلاص، تعالى يلا نشوف السؤال رقم 10 وبنفس الطريقة اللي احنا شغالين بيها. هكتب ايه يا باشمهندس؟ اربعة الفا اكس زائد تلاتة ناقص اتنين الفا اكس تربيع. البداية سالب اتنين والنهاية تلاتة. كده هو عمل لي الجدول، اركن دي على جنب كده ونبدأ نجيب ورقة كده جميلة نرسم فيها الفترة. سالب اتنين صفر، سوري، سالب اتنين سالب واحد صفر، واحد اتنين تلاتة. تمام، عندك سالب تلاتاشر سالب تلاتة تلاتة، سالب تلاتاشر سالب تلاتة وتلاتة. بعد كده يا باشمهندس عندك خمسة وعندك تلاتة، خمسة وبعدين تلاتة وبعدين سالب تلاتة. تمام كده، نراجع كده الأرقام، سالب اتنين بسالب تلاتاشر، سالب تلاتة، تلاتة، خمسة، تلاتة، سالب تلاتة. تمام كده، تمام يا باشمهندس وزي الفل. تعال نرسم الرسمة دي وما تتخضش من الشكل، هي هتبقى صح بأمر الله. أنت معاك السالب تلاتة مع السالب سالب اتنين مع سالب تلاتاشر، إحنا هننزل شوية حلوين كده، سالب اتنين مع سالب تلاتاشر، والسالب واحد مع السالب تلاتة، السالب واحد مع السالب تلاتة، وبعدين هنطلع للصفر مع التلاتة، وبعدين الواحد مع الخمسة. ايه ده؟ المنحنى هيطلع لكل الصفحة. واتنين مع تلاتة، اتنين مع تلاتة، وتلاتة مع سالب تلاتة. خلاص، حلو جدا. بص، المنحنى طبعا انا ماشي معاك اهو، هيجي من تحت كده وهيفضل طالع اهو كده، فالمنحنى مش فيه تماثل، فانت ما يشغلكش. المهم هو ده شكل المنحنى الطبيعي بتاعك. خلاص، طيب طبعا دي بالنسبة لي أعلى نقطة اللي هي واحد وخمسة، طبعا ده السين وده الصاد، يبقى معادلة محور التماثل س بيساوي واحد، طبعا النقطة فوق يبقى عظمى وبتساوي الصاد هنا اللي هي خمسة، ويبقى أنت كده خلصت مسألتك يا باشمهندس وكله زي الفل. خلاص، كلامك جميل جدا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. كده خلصنا 10، تعال نشوف 11 اللي هي س تربيع ناقص 4 س زائد 5. هنكتبها ازاي؟ ألفا إكس تربيع ناقص 4 ألفا إكس زائد 5. البداية صفر والنهاية 5، وادي يا باشمهندس الخطوات بتاعتي. تمام؟ هنبدأ نكتب الأرقام دي كده، أنت عندك من الصفر لخمسة، يبقى صفر واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. عندك الناحية الشمال خمسة اتنين واحد اتنين، خمسة اتنين واحد اتنين، وبعدين خمسة وبعدين عشرة، بعدين خمسة وبعدين عشرة. خلاص؟ هو ده الجدول. المفروض ان انت متعود ان صورة الجدول بيبقى فيها تماثل، مفيش مشكلة لو ما طلعش فيها تماثل. معاك صفر مع خمسة، صفر مع خمسة، معاك واحد مع اتنين، واحد مع اتنين، معاك التلاتة الواحد مع الاتنين، الاتنين مع الواحد، التلاتة مع الاتنين،
الأربعة مع الخمسة، الخمسة مع العشرة فوق هنا كده، خلاص؟ وتبدأ ترسم المنحنى بتاعك أهو بالشكل ده كده، خلاص؟ دي كده نقطة رأس المنحنى اللي هي 2 و1. طبعا ده السين وده الصاد، يبقى معادلة محور التماثل س بتساوي 2، وهيبقى بالنسبة لي إن القيمة إيه؟ دي النقطة تحت يبقى قيمة صغرى، وأقول صاد بتساوي 1 أو الصغرى بتساوي 1 يا باشمهندس، خلاص؟ هي دي كده بالنسبة لي الرسمة بتاعتنا، وتعالى نشوف السؤال اللي بعده، السؤال رقم 12. السؤال رقم 12 هنكتبه على الآلة برضو، أدي 1 ناقص 3 س يبقى 3 ألفا إكس زائد السين تربيع اللي هي ألفا إكس تربيع. البداية سالب 1 والنهاية 4، كده هو عمل لي الجدول اللي أنا هشتغل بيه. أجيب ورق كده يا باشمهندس ونبدأ نشتغل من الجدول. أنت عندك بقى سالب 1 0 1 2 3 4، هنقل هنا 5 1 سالب 1، 5 1 سالب 1، كمان سالب 1 وبعدين 1 وبعدين 5. الفكرة هنا بقى، بص بقى، لما تلاقي ان طلع لك قيمتين شبه بعض فانت مش هتعرف تحدد نقطة رأس المنحنى الا لما تجيب الالف اللي هو معامل السين تربيع بواحد، والباء اللي هي معامل السين بسالب 3، وتبدأ تحسب سالب باء على الاتنين الف. سالب باء يبقى سالب سالب 3 بموجب 3 على 2 الف اللي هو 2 على 1 فالاتنين، يبقى 3 على 2 هي الواحد ونص. وبعدين تجيب دالة الواحد ونص اللي هي دالة سالب باء على 2 الف، يعني 1 ناقص 3 في 1.5 ب 4.5 زائد 1.5 تربيع أو 1.5 تربيع اللي هي 2.25، تمام تمام أوي. يبقى 1 ناقص 4.5 زائد 2.25، فهتطلع سالب 1.25، سالب 1.25. يبقى نقطة رأس المنحنى عبارة عن 1.5 وسالب 1.25، دي كده نقطة رأس المنحنى يا باشمهندس، خلاص؟ طب لما تيجي تمثل بقى تعمل ايه؟ ركز معايا في النقط. انت معاك سالب 1 و5، سالب 1 و5، ومعاك 0 مع 1، ومعاك الواحد مع السالب 1 يعني هنا، ومعاك الاثنين برضو مع السالب 1، اصبر، ومعاك التلاتة مع الواحد، ومعاك الأربعة مع الخمسة. طب ما أنا جبت نقطة رأس المنحنى 1.5 أهو، وسالب 1.25 ده السالب 1.25 يعني شرطتين ونص يعني تقريبا هنا كده. يبقى هي دي كده نقطة رأس المنحنى بتاعتي، وهبدأ أرسم بالشكل ده. دي حالة وحيدة كده يا باشمهندس لما يطلع لك إن القيمتين شبه بعض، خلاص هتقول له بقى إن نقطة رأس المنحنى طبعا هي 1.5 وسالب 1.25، معادلة محور التماثل س بتساوي 1.5، والقيمة طبعا هنا هتبقى صغرى لأن النقطة تحت، وبتساوي سالب 1.25، خلاص؟ هي كده دي فكرة المسألة كلها، يبقى أنت كده مسألتك خلصت، يبقى أنت كده انتهيت من سؤال الرسم البياني اللي بيسبب مشاكل لناس كتير جدا مع إنه سهل بأمر الله، خلاص؟ كده خلصنا الجزء ده، تعال نشوف اللي بعده. السؤال رقم 18 بيقول لي إذا كان منحنى الدالة د من ح إلى ح، حيث دالة س عبارة عن م ناقص س تربيع، يقطع محور السينات في النقطة سالب 2 وب. ما هو طالما بيقطع محور السينات يبقى لازم إن الصاد بصفر، يعني أكيد إن الب دي بتساوي صفر. يعني كأنه بيقول لك ان هو بيقطع في النقطة سالب 2 وصفر، او بتقيمة م اس ب زائد 2 م. طب سهلة جدا، هعوض بالنقطة دي هنا، ما احنا عارفين ان دالة س هي الصاد، فانا هشيل الصاد واحط مكانها صفر، يبقى تساوي م ناقص س تربيع اللي هي سالب 2 تربيع، يبقى الصفر بيساوي م ناقص سالب 2 تربيع ب 4، هودي دي الناحية التانية، يبقى اذا الم بيساوي 4. هو عايز قيمة ميم أس ب، ما هو ميم أس ب اللي هو ميم أس صفر زائد 2 ميم، ما الميم بأربعة يبقى 2 في 4. أي حاجة أس صفر، أو ممكن لو عايز تخلي الميم دي بأربعة ما أنت جبتها مفيش مشكلة، يبقى 4 أس صفر بواحد زائد 2 في 4 بـ8، 1 زائد 8 يبقى 9، يبقى أنت كده سؤالك خلص يا باشمهندس. السؤال رقم 19 بيقول لي إذا كان دالة س عبارة عن أ زائد س تربيع ولام س بيساوي ج، حيث د ولام كثيرة الحدود أ وج ثابتان. يعني بيقول لك ان ا ثابت والجيم ثابت، يعني اللام س دي داله ثابت، خلي بالك. فبيقول لي 3 داله الاثنين زائد 3 لام س بيساوي 6. طيب واحده واحده كده وركز معايا. هنجيب داله الاثنين اللي هي تساوي ادي الالف وهشيل السين واحط 2، ولكن هي س تربيع، يبقى ا زائد ال 4. 3 داله الاثنين يعني اضرب دي في 3، يبقى 3 في ا ب 3 ا زائد 3 في 4 ب 12، حلو. زائد 3 لام س، ما هي لام س دي اصلا قيمتها في ج انت اللي قايل لي، فاما اضربها في 3 يبقى زائد 3 ج، الكلام ده بيساوي 6، حلو جدا. لو انا وديت الناحيه الثانيه يبقى 3 ا زائد 3 ج،
6 ناقص 12 يبقى سالب 6. ممكن أقسم المعادلة كلها على 3. حلو، يبقى هنا ألف ويبقى هنا ج، وسالب 6 على 3 يبقى سالب 2. يبقى أنا طلعت كده بمعلومة مهمة جدا، إن أ زائد ج بيساوي سالب 2. سيبها، هو بيقول لي أنا عايز منك 2 دالة الصفر. طب ما تيجي نجيب دالة الصفر، يبقى أ زائد س تربيع اللي هي صفر تربيع، يبقى دالة الصفر بتساوي أ. تمام، وتعالى نجيب اللام 7. خلي بالك إن لام 7 وشال السين وحط 7 ودي دالة ثابتة، فلام 7 دي بج. حلو، بيقول لك 2 دالة الصفر، ما دالة الصفر في أ، لما أضربها في 2 يبقى 2 أ، زائد 2 لام 7، ما هو لام 7 بج، لما أضربها تبقى 2 ج. حلو جدا، أنت معاك أ زائد ج بسالب 2، ما أنا لو خدت هنا 2 عامل مشترك فيفضل لي أ زائد ج. طب ما هو أ زائد ج أصلا بسالب 2، يبقى 2 في سالب 2 بسالب 4، يبقى قيمة الكلام ده بيساوي كام؟ بيساوي سالب 4. السؤال رقم 20 بيقول لي إذا كان د حيث د س عبارة عن ك س تربيع زائد 3 ك زائد 2 س، وكان الإحداث السيني لنقطة رأس المنحنى هو سالب 2، عايز مني قيمة الكاف يا باشمهندس. طيب، عشان أنا عارف إن نقطة رأس المنحنى عبارة عن سالب ب على الاتنين ألف، كلام جميل. طب الألف هنا اللي هو معامل السين تربيع بكاف، والباء اللي هي معامل السين بتلاتة كاف زائد الاتنين. طب ما تيجي نطبق الكلام ده، سالب ب يعني غير إشارات الب، يعني ممكن تاخد السالب بره كده وتكتب تلاتة كاف زائد الاتنين على اتنين ألف، الألف بكاف لما أضربها في اتنين يبقى اتنين كاف. حلو، مش المفروض ان الكلام ده بيساوي سالب 2؟ لان سالب ب على 2 ا هي نقطه رأس المنحنى. مظبوط، اضرب مقص بقى، لما اضرب ده في 1 هيبقى نفسه اللي هو سالب، هضربه في 3 ك يبقى سالب 3 ك، وسالب في 2 بسالب 2 هيساوي سالب 2 في 2 ك بسالب 4 ك. طب ايه رايك نجيب دي هنا ونودي دي هناك؟ السالب 4 ك هتيجي بموجب 4 ك ناقص 3 ك يبقى ك، والسالب 2 هتيجي هنا بموجب 2، يبقى الكاف قيمتها بكام؟ الكاف قيمتها ب2. طب يبقى انا كده بالنسبه لي داله السين المفروض هتساوي الكاف 2، يبقى 2 س تربيع زائد 3 ك اللي هي 3 في 2 ب 6، 6 زائد 2 يبقى 8 س زائد ال 6. هو عايز مني القيمه العظمى او الصغرى للداله، ما انا عارف ان هي عباره عن سالب ب على 2 ا، وداله سالب ب على ال 2 ا هي دي القيمه العظمى او الصغرى. طب ما انت مديني ان سالب ب على 2 ا بسالب 2، يبقى انا عايز داله مين؟ داله السالب 2، فانا هجيب كده داله السالب 2 هتساوي، يبقى 2 في سالب 2 تربيع زائد 8 في سالب 2 زائد 6. سالب 2 تربيع ب 4، 4 في 2 ب 8، 8 في سالب 2 بسالب 16 زائد ال 6. 8 و6 يبقى 14 ناقص 16 يبقى الكلام ده بسالب 2، يبقى القيمه دي بسالب 2. ده سؤال التاهليه السنه اللي فاتت، وسؤال جميل جدا ومفيش اي حد يعمله الا طالب فاهم بامر الله. السؤال اللي بعده يا باشمهندس السؤال رقم 21، نجيب ورقه بس كده وتعالى نشوف بيقول لك ايه. بسم الله، بيقول لي الشكل المقابل يمثل منحنى الداله د حيث د س عباره عن 9 ناقص س تربيع، عايز مني احداثي كل من ا و ج ومساحه المثلث ا ب ج. طيب النقطه بقى دي مبدئيا دي نقطه موجوده على محور الصادات، وطالما موجوده على محور الصادات يبقى اكيد الس بصفر، يعني هي عباره عن صفر وصاد. طب ما كده كده تعالى نجيب ان احنا نحط السين بصفر، تمام كده؟ تمام، مش داله السين دي اللي هي الصاد؟ ايوه، لما احط السين بصفر يا باشمهندس يبقى الصاد بتساوي 9 ناقص 0 بيساوي 9. يبقى انا عرفت ان النقطه بقى دي عباره عن 0 و9، ما انا جبت احداث نقطه التقاطع مع محور الصادات فحطيت السين بصفر. طيب يبقى انا كده عرفت ان النقطه بقى دي بصفر و9، يعني عرفت ان ارتفاع المثلث ده بيساوي 9. فاضل اجيب القاعده. طب ما هي النقطه الف والنقطه ج هي نقطه تقاطع المنحنى مع محور السينات، ونقطه تقاطع المنحنى مع محور السينات انا هحط الصاد هي اللي بصفر، يبقى الصفر بيساوي 9 ناقص الس تربيع. هودي للناحيه الثانيه يبقى الس تربيع تساوي 9، هاخد الجذر هنا والجذر هنا، الجذر يشيل الاس، يبقى الس بتساوي موجب او سالب 3. يعني النقطه الف دي اكيد ب 3 وصفر، والنقطة ج دي بالنسبة لي سالب 3 وصفر لأن دي على محور السينات. يبقى أنا كده عرفت النقطة أ وعرفت النقطة ب. هو عايز مني مساحة المثلث أ ب ج، أقول له سهلة جدا. ليه؟ لأن كده أنا عرفت القاعدة أ ج، أقول له كده إن أ ج هيبقى عبارة عن 3 زائد 3. أوعى تقول لي 3 وسالب 3، إحنا بنتكلم على طول، يبقى بيساوي 6 وحدة طول. وكده عرفت إن الواو ب، الواو ب اللي هو ارتفاع المثلث عبارة عن 9 وحدة طول. أقول له إذا مساحة المثلث بيساوي نص طول القاعدة أ ج اللي هي 6 في الارتفاع واو ب اللي هو 9.
على 2 في الواحد على 2 في التلاتة، يبقى 3 في 9 ب 27 وحدة مساحة أو وحدة مربعة. الاتنين صح بأمر الله، ويبقى أنت كده سؤالك خلص بكل بساطة يا باشمهندس. السؤال اللي بعده السؤال 22 بيقول لي الشكل المقابل يمثل منحنى الدالة د، حيث د س بتساوي م ناقص س تربيع، والألف واو بيقول لك إن الألف واو دي طولها 4. طب ما كده يبقى إحداثي النقطة ألف عبارة عن 0 و4، لأن موجود على محور مين؟ على محور الصادات. بيقول لي أنا عايز منك قيمة الميم. طب ما النقطة 0 و4 موجودة على المنحنى، يبقى بتحقق فدال س دي اللي هي الصاد، يبقى أنا هشيل الصاد وأحط 4، هتساوي م ناقص س تربيع اللي هي 0 تربيع. طبعا ما لهاش لازمة، يبقى أكيد إن الميم بيساوي 4. يبقى أنا كده عرفت إن الميم بيساوي 4، فأصبحت دالة س بتساوي 4 ناقص الس تربيع. كلامك جميل. عايز إحداث نقطة ب و ج، نفس فكرة السؤال اللي فات، ب و ج دول موجودين على محور السينات، فأنا هجيب الإحداثي التقاطع مع محور السينات، يبقى أنا هحط الصاد بصفر، يبقى أنا هحط الصاد دي بصفر، يبقى الصفر بيساوي 4 ناقص الس تربيع. أودي دي الناحية التانية، يبقى س تربيع تساوي 4، جذر يمين جذر شمال، الجذر يشيل الأس، يبقى الس بتساوي موجب أو سالب 2. طبعا الجزء الموجب هيبقى ب، يبقى النقطة ب ب 2 و0، والنقطة ج هتبقى سالب 2 و0. بعد كده عايز منك مساحة المثلث الذي رؤوسه أ وب وج، اللي هو المثلث ده، نفس فكرة اللي فوق بالظبط. المسافة دي 2 والمسافة دي 2، يعني ال ب ج عبارة عن 4 وحدة طول، وهو قال لي إن الألف واو بيساوي 4 برضه وحدة طول. يبقى إذا مساحة المثلث أ ب ج عبارة عن نص في القاعدة ب ج 4 في الارتفاع أ واو ب 4، هنا على 2 في الواحد على 2 في 2، 2 في 4 يبقى 8 وحدة مربعة، ويبقى أنا كده مسألتي خلصت. خلاص أنا بعتمد معاك إن أنت لازم تبقى فاهم إزاي بتتعامل مع الدالة التربيعية. سؤال 23 بيقول لي الشكل المقابل يمثل الدالة د، حيث د س عبارة عن لام س تربيع ناقص 7، وبيقول لي إن مساحة المثلث أ ب ج ب 21 والنقطة أ بصفر وسالب 7. يبقى خلي بالك إن ارتفاع المثلث ده 7، أوعى تقول لي سالب 7، حرام عليك، إحنا بنتكلم على أطوال. طب مش أنا أعرف أجيب الوقت طول القاعدة إزاي؟ ما أنا عارف إن المساحة اللي هي 21 بتساوي نص في طول القاعدة ب ج اللي أنا عايزها في الارتفاع اللي هو 7. حلو جدا. هنا ممكن اقسم على السبعة وهنا على السبعة، 21 على السبعة يبقى التلاتة بتساوي نص الب ج، لان السبعة تروح مع السبعة. اضرب هنا في 2 واضرب هنا في 2، يبقى الب ج بتساوي 6. يبقى انا عرفت ان الب ج دي او المسافة دي بستة. طب انا استفدت ايه من الب ج؟ هقول لك، انا عارف ان النقطة ألف دي هي معادلة محور التماسك، تاني الألف معادلة محور التماسك، يعني بتقسم الستة دي لتلاتة يمين وتلاتة شمال، يعني النقطة ب اللي موجودة في الجزء الموجب عبارة عن 3 و0، والنقطة ج اللي موجودة في الجزء السالب عبارة عن سالب 3 و0. حلو جدا. بعد كده بيقول لي أنا عايز منك قيمة اللام، اختار أي نقطة، أي نقطة بتحقق المعادلة دي. تمام كده؟ تمام. اختار أي نقطة يا باشمهندس، وليكن النقطة ب اللي هي 3 و0، طبعا ده س اللي هي الصاد، هعوض بقى بالنقطة 3 و0، دي س ودي الصاد، يبقى أشيل الصاد وأحط 0، هتساوي لام في س تربيع الس ب3، يبقى 3 تربيع ناقص 7. لام في 3 تربيع يعني 9 لام ناقص السبعة، هودي دي كده يبقى 9 لام بتساوي 7، هقسم هنا على 9 وهنا على 9، دي هتروح، يبقى اللام بتساوي 7 على 9، ويبقى انا كده سؤالي خلص يا باشمهندس. خلاص جميل قوي. تعالى للسؤال اللي بعده، السؤال 24، احد الاسئله الجميله جدا. بيقول لي الشكل المقابل يمثل منحنى الداله د، حيث د س عباره عن سالب س تربيع زائد 6 س زائد الجاف، وبيقول لي ان مساحه المثلث ا واو ب بتساوي 24، حيث ا هي نقطه راس المنحنى، اجد مني قيمه الكاف. طيب ركز معايا، عشان عارف ان مساحه المثلث نص القاعده في الارتفاع، خلي بالك ان قاعدته ب واو وارتفاعه ا ب. ا دي نقطه راس المنحنى، وانا عارف ان نقطه راس المنحنى عباره عن سالب ب على ال 2 ا، وداله سالب ب على ال 2 ا. حلو جدا. طب ما تيجي كده نجيب السالب ب على ال 2 ا، هو الألف بكام؟ معامل السين تربيع بسالب 1، والباء بكام؟ معامل السين ب6. طب سالب ب يبقى سالب 6 على 2 ألف اللي هي 2 في سالب 1 بسالب 2، سالب 6 على سالب 2 يبقى موجب 3. يبقى أنا متأكد إن الإحداثي السين بتاع الألف عبارة عن 3 وحاجة، تمام؟ يعني مثلا 3 وصاد. طب معلش، مش النقطة ألف دي لو أنا نزلت كده عند ب يبقى المسافة ب واو دي ب 3؟
ايوه ليه؟ ما انا عشان اوصل ل ب وطلعت فوق هيبقى الاحداث السيني ب3، والف فوق ب على طول يبقى برضو ال ب واو ب3. طب ما انا عارف بقى مساحه المثلث ال 24 بتساوي نص في القاعده ب واو اللي هي ب3 في الارتفاع الف ب. كلامك جميل. طب ما تيجي نقسم هنا على ال3 وهنا على ال3. 24 على 3 يبقى 8، يبقى 8 بتساوي نص الالف ب. هضرب هنا في 2 وهنا في 2، النص اروح مع الاثنين، يبقى الالف ب 2 في 8 ب 16 وحده طول. يبقى انا عرفت ان الالف ب ارتفاعه 16. طب ما خلي بالك انا كده عرفت الصاد، يبقى الصاد دي بكام؟ ب 16. يبقى النقطه الف دي عباره عن 3 و16. يبقى انا كده وصلت لنقطه راس المنحنى اللي هي 3 و16. هو عايز مني قيمه الكاف، معايا نقطه بتحقق، ما انا معايا الدال س دي اللي هي الصاد، يبقى انا هشيل الصاد واحط 16، هتساوي سالب س تربيع يعني سالب 3 تربيع زائد 6 س اللي هي 6 في 3 زائد الكاف، يبقى 16 بتساوي 3 تربيع ب9، وده ما سالب يبقى سالب 9، و6 في 3 ب18 زائد الكاف، يبقى 16 بتساوي سالب 9 و18 يبقى موجب 9 زائد الكاف، ودي دي يبقى الكاف بتساوي 16 ناقص 9 يبقى موجب 7، يبقى قيمة الكاف بتساوي موجب 7، ويبقى أنا كده سؤالي خلص يا باشمهندس وكله زي الفل بأمر الله. كده خلصنا الجزء ده، تعالى نشوف الجزء الأخير معانا. الجزء اللي بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 25 بيقول لي الشكل المقابل يوضح المخطط البياني لدالة الدرجة الثانية دال، عايز مني مجال الدالة. مجال الدالة هي القيم اللي أنا ينفع أعوض بيها يا باشمهندس في السينات، فطبعا هو المنحنى مكمل يعني دي عمالة تنزل تنزل ودي عمالة تنزل تنزل، فأنا عمال أعوض بنقط كتيرة جدا جدا جدا، فهنا المجال بيبقى حق. يعني مثلا لو هو كان واقف عند الخمسة واقف عند السالب واحد كنت هقول له المجال من سالب واحد لخمسة، إنما هو عمال يعوض ويطلع له نقط. طب مدى الدالة، المدى بنجيبه من محور الصادات، فهنا أعلى نقطة جاية عند النقطة دي اللي هي 4.5، وأقل نقطة نازلة لتحت خالص نازلة عند السالب ما لا نهاية، فالمدى بجيبه من آخر نقطة تحت اللي هي سالب ما لا نهاية لحد أعلى نقطة فوق اللي هي 4.5، وطبعا تبقى مقفولة لأن دي مقفولة والسالب ما لا نهاية بيبقى مفتوح. خلاص كلام جميل جدا. بعد كده بيقول لي أنا عايز منك معادلة محور تماس المنحنى الدالة. دي كده نقطة رأس المنحنى اللي هي عبارة عن 2 و4.5. معادلة محور التماثل أنا باخد السين، يبقى معادلة محور التماثل هو س بيساوي 2. القيمة العظمى للدالة باخد الصاد، فهنا القيمة العظمى هي 4.5. بعد كده بيقول لي قيمة دالة الواحد. شوفوا كده لما أعوض عن السين بواحد طلع الناتج بكام؟ روح يخبط في المنحنى وبعدين روح يخبط في الصاد، فلما أعوض بالواحد طلعت الصاد ب4، يبقى دالة الواحد بتساوي 4 يا باشمهندس. خلاص ده كله لازم تبقى عارفه. بعد كده اخر حاجه بيقول لي اذا كانت داله س عباره عن ا في س ناقص 2 الكل تربيع زائد الكاف، عايز مني قيمه الالف زائد الكاف. مش انا معايا نقطه راس المنحنى؟ ايوه يا باشمهندس. فنقطه راس المنحنى دي بتحقق المعادله، يعني داله س دي اللي هي ص، فانا هشيل الصاد واحط 4.5 هتساوي ا في، هشيل السين واحط 2 يبقى 2 ناقص 2 الكل تربيع زائد الكاف. 2 ناقص 2 صفر، صفر في أي حاجة بصفر، يبقى أنا كده عرفت إن الكاف عبارة عن 4.5. حلو جدا، يعني أنا بالنسبة لي إن دالة س بتساوي أ في س ناقص 2 الكل تربيع زائد الكاف اللي هي 4.5. اختار نقطة تانية كده وليكن النقطة دي، النقطة دي عبارة عن كام؟ 5 وصفر، عوض بيها، دالة س اللي هي الصاد هشيلها وأحط صفر، يبقى هتساوي أ في، هشيل السين وأحط 5، 5 ناقص 2 3، 3 تربيع ب9 زائد 4.5. طب ايه رايك نودي للناحيه الثانيه؟ يبقى 9 ا بيساوي سالب 4.5، هقسم هنا على 9 وهنا على 9 دي هتروح، يبقى الالف سالب 4.5 على 9 اللي هي سالب نص. يبقى بالنسبه لي كده يا باشمهندس ان الالف بكام؟ بسالب نص. هو عايز بقى مني الالف زائد الكاف، الالف اللي هو سالب نص زائد الكاف 4.5، سالب نص زائد 4.5 يبقى 4، يبقى القيمة بتاعتي بتساوي 4 يا باشمهندس. خلاص هل فيها مشكلة؟ سهلة جدا، تعال نشوف اللي بعده. معانا بقى مسائل المتفوقين وركز لي فيها، مسائل سهلة بس محتاجة تكون فاهم ومستوعب، تمام؟ بيقول لي إذا كان منحنى الدالة التربيعية بيقطع محور السينات في النقطتين أ اللي هي عبارة عن 1 و0، والنقطة بقى اللي هي عبارة عن النقطة 4 و0، وميم هي نقطة رأس المنحنى، وكان دالة سالب 2 زائد دالة 7 بيساوي 8، عايز مني دالة سالب 2، تمام أوي، ركز معايا. أنت عارف يعني إيه؟
بيعدي بالنقطة واحد وصفر، يعني ده معناه إن دالة الواحد لما أعوض عن السين بواحد هيطلع الناتج بصفر. طب أنت عارف معنى الأربعة وصفر؟ ده معناه إن دالة الأربعة لما تعوض عن السين بأربعة برضه الناتج هيطلع بصفر. فطالما يا باشمهندس دي بصفر ودي بصفر، يبقى أكيد إن دالة الواحد بتساوي دالة الأربعة، ودالة الواحد بتساوي دالة الأربعة، ده بنسميه تماثل الدالة. يعني إيه؟ يعني في قيمتين، واحدة يمين وواحدة شمال، وبتطلع نفس الناتج. وطالما ده تماثل الدالة، يبقى معادلة محور التماثل هي ماشية في النص بالظبط عند النقطة مين؟ يعني الحتة دي قد الحتة دي بالظبط. طب هنا أنا اتحركت من واحد لأربعة، يبقى أنا اتحركت تلاتة، يعني هنا واحد ونص وهنا واحد ونص. فأنا لو عايز أوصل للنقطة دي مثلا وليكن د، فأما أزود يا باشمهندس على الواحد واحد ونص هتبقى اتنين ونص. طب أنا عشان أوصل للنقطة مية اللي هي نقطة الرأس المنحنى، يبقى أكيد هي اتنين ونص، وعدد في الصاد انا ما اعرفوش. وصلت كده؟ تمام. او ان انت تقول لي معادله محور التماثل س بتساوي، هتجمع قيم السين اللي هي 1 زائد 4 وتقسم على 2، يبقى 5 على 2 اللي هي 2.5، يبقى معادله محور التماثل س بتساوي 2.5. انت عمال تعمل الكلام ده ليه؟ ما انا لو معادله محور التماثل اللي هي س بتساوي 2.5 وقلنا الداله متماثله، فهو بيقول لي انا عايز منك د سالب 2 زائد د 7، الكلام ده بيساوي 8. فركز معايا كده، ما هو دالة سالب 2 ومعاها دالة السبعة برضه هيبقوا متماثلين. يعني ايه متماثلين؟ ما احنا قلنا طالما الدالة متماثلة يبقى اكيد ان دالة سالب 2 برضه هتساوي دالة السبعة. هتقول لي عرفت منين وانا مش فاهمها؟ هفهمها لك بطريقة بسيطة. انت كنت الواحد اهو بيمثل مين؟ بيمثل الأربعة. لما تنقص من الواحد واحد يبقى الصفر بيمثل الخمس، هي بتمشي كده. طب لما تنقص من الواحد يبقى السالب واحد بيمثل الستة. الله، ده أنا فهمت. لما نقص من دي واحد يبقى السالب اتنين بيمثل السبعة. يبقى السالب اتنين بتساوي دالة السبعة، دالة السالب واحد بتساوي دالة الستة، دالة الصفر بتساوي دالة الخمس، دالة الواحد بتساوي دالة الأربعة. فأنت هنا دالة السالب اتنين بتساوي دالة السبعة، وهو عايز مني دالة السالب اتنين، فلا ممكن أشيل دالة السبعة وأحط مكانها دال سالب اتنين. يبقى أنا أصبح معايا دال سالب اتنين زائد دال سالب اتنين، يعني اتنين دال سالب اتنين. الكلام ده بيساوي 8، هقسم هنا على 2 وهنا على 2، ده هتروح، يبقى دالة السالب 2 8 على 2 فيها ال 4. يبقى أنا كده وصلت للقيمة، ودي محدش هيقولها لك بس لازم تبقى عارفها ومستوعبها يا باشمهندس. خلاص؟ حتى الإجابات أعتقد مش هتلاقيها مفسرة لك النقطة دي. طيب السؤال 27 بيقول لي في الشكل المقابل المنحنى المرسوم يمثل الدالة التربيعية د، حيث د س عبارة عن س تربيع ناقص ك ناقص 2 في س ناقص ك زائد 4. بيقول لي إذا كان الشكل أ ب ج واو مربع. مربع يعني الأربع أضلاع دول قد بعض، كلام جميل جدا. فبيقول لي أنا عايز منك قيمة الثابت ك، تركز فيها سنة بسيطة. أنا هفرض النقطة اللي على محور السداد دي اللي هي ج، أو أنا هفرض إن طول ضلع مربع ميم، فدي كده ميم ودي كده ميم ودي كده ميم، يعني النقطة ج دي عبارة عن صفر وميم. حلو. والنقطة أ دي يا باشمهندس عبارة عن، ركز معايا كده، ميم وصفر لأن هي على محور السينات. والنقطة بقى عشان أوصل لها اتحركت ميم وطلعت ميم، يعني النقطة بقى دي عبارة عن ميم وميم. تمام كده؟ تمام. ده إيه؟ بفرض طول ضلع مربع ميم. تمام. مش أنا بالنسبة لي إن المنحنى دلوقتي بيعدي بالنقطة ج، يعني النقطة صفر وميم بتحقق المعادلة. تمام. ما هي دالة س دي اللي هي الصاد، فأنا هشيل الصاد وأحط ميم هتساوي، هشيل الس وأحط صفر، لما أشيل الس وأحط صفر ده هتروح، لما أشيل الس وأحط صفر، صفر في أي حاجة بصفر فده برضه هيروح، فهيفضل لي إن الميم هتساوي سالب ك زائد الأربعة. تاني عملت إيه يا باشمهندس؟ انا شيلت الس وحطيت صفر فدي طارت ودي طارت، فافضل ان الميم بتساوي سالب ك زائد الاربعه اللي هي 4 ناقص الكاف. خلاص. يبقى انا بالنسبه لي عرفت ان الميم هي 4 ناقص الكاف. ماشي. طيب الوقت يا باشمهندس مش انا ما اعرف اجيب نقطه راس المنحنى؟ ايوه. طب انت هتجيبها ليه؟ عشان دلوقتي اعرف نقطه ا واو، او اعرف التماثل اللي حصل في النص عباره عن ايه. ماشي. دلوقتي كده يا باشمهندس عرفت النقطه دي. ماشي. هعمل ايه بقى؟ هجيب نقطة راس المنحنى اللي هي سالب ب على الاتنين ألف. طب معلش، هو الألف بكام؟ معامل السين تربيع بواحد، والب اللي هي معامل السين بسالب كاف ناقص الاتنين. سالب ب أنا غير إشارة الب، هي كان في سالب هيروح، يبقى دي كاف ناقص الاتنين على اتنين ألف اللي هو اتنين في واحد بكام؟ باتنين. يبقى أنا وصلت إن نقطة راس المنحنى اللي هي كاف ناقص اتنين على الاتنين. طب مش هي نقطة راس المنحنى في منتصف المسافة
هنا كده لألف وواو أي، مش احنا قلنا يا باشمهندس إن نقطة رأس المنحنى بتبقى عاملة تماثل؟ أيوه يا باشمهندس. يعني أنا بالنسبة لي إن المسافة ألف واو عبارة عن 2 من الإحداثي ده. يعني إيه يا باشمهندس؟ يعني طول الألف واو هيبقى عبارة عن 2 في كاف ناقص 2 الكل 2، لأن ده كده بيعتبر عن الإحداث السيني، والألف واو على محور السينات، فده هتروح مع دي، يبقى الألف واو بيساوي كاف ناقص الاتنين. حلوة حلوة وزي الفل. طب ما أنا كده عرفت طول الألف واو أو عرفت الإحداث السيني. طب ما معلش، مش هو الألف واو ده أصلا طوله ميم؟ فأنا كده عرفت إن الميم بتساوي كاف ناقص الاتنين. تمام تمام، خلي بالك أنا عرفت إن اللي تحت ميم بتساوي كاف ناقص اتنين، ومن فوق عرفت إن الميم بتساوي 4 ناقص الكاف، هسويهم ببعض أطلع قيمة الكاف، المسألة خلصت، لأن جبت من فوق إن ميم 4 ناقص الكاف، وجبت من تحت إن الميم عبارة عن كاف ناقص الاتنين. حلو جدا، هنجيب دي هنا، فالكاف هتيجي مع الكاف يبقى 2 كاف، وهنجيب دي هنا هيبقى 4 وهيجي لها 2 يبقى 6، هقسم هنا على 2 وهنا على 2 ده هتروح، يبقى الكاف بتساوي 6 على 2 فيها 3، يبقى أنا كده خلصت مسألتي يا باشمهندس. خلاص، لازم تبقى عارف نقطة زي دي. هي لها طريقة تانية، إن أنت هنا معاك الإحداث الميمي متساوي، يعني هتشيل السين وتحط ميم، وتشيل الصاد وتحط ميم، وتحل المعادلة التربيعية دي، هيطلع لك نفس القيم، ولكن أنا شايف الحل ده سهل. فكرة بس إن أنت تبقى عارف إن الإحداث السين ناقص المنحنى في نص المسافة، يعني دي قد دي. طب أنا لما جبت نقطة رأس المنحنى ضربت دي في 2، عرفت الألف واو اللي هي طولها ميم، سويتها ببعض، جبت القيمة اللي ناقصة. السؤال 28 والأخير معانا يا باشمهندس، بيقول لي المنحنى الذي يمثل الدالة سالب س تربيع زائد 4 س زائد كاف ناقص 1 ويقطع محور السينات في النقطتين أ و ب، إذا كان الواو ب، إن الواو دي ب قد الواو أ 5 مرات، يعني لو دي نسبتها 5 فدي نسبتها 1. تمام تمام أوي. طيب دلوقتي هو بيقول لك المنحنى أهو، بيقول لك بيقطع محور السينات. طالما يا باشمهندس بيقطع محور السينات، يبقى أنا هحط الصاد بصفر، بس لو حطيت الصاد بصفر المعادلة فيها س وكاف، فمش هعرف أحلها، فتعالى نشتغل مع دي الأول. لو أنا فرضت إن دي 5 مين، تمام ثابت، يعني ما أنا معرفش 5 كام، وده هيبقى 1 مين، يعني النقطة بقى دي هتبقى عبارة عن 5 مين وصفر، والنقطة أ دي خلي بالك دي في الجزء السالب، فهتبقى عبارة عن سالب ميم وصفر. تمام كده، حلو أوي. طيب مش أنا دلوقتي عندي تماثل في الدالة؟ أيوة، يعني معادلة بمحور التماثل اللي احنا عمالين نغني عليها بيجي في النص بالظبط، يعني دي كلها 6. تمام، يعني لازم إن المسافة دي تبقى 3 والمسافة دي كلها تبقى 3. دي 5 أنا خدت منها 3، يعني أكيد دي هنا هتبقى عند ال 2 ميم وصفر، يعني النقطة اللي في النص دي 2 ميم وصفر. وطالما في تماثل يبقى أكيد إن الدالة دي بتساوي الدالة دي، شبه السؤال رقم 26 اللي احنا عملناه، يعني دالة الجزء اللي على اليمين اللي هو 5 ميم، ما هو دالة ال 5 ميم بصفر، ودالة السالب ميم برضه بصفر، ودي صفر ودي صفر، يبقى أكيد إن دالة ال 5 ميم بتساوي دالة السالب ميم. ممكن أعوض ده بيها في المعادلة بقى، بس بالراحة بقى، أدي سالب أهو، هشيل السين وأحط 5 ميم تربيع، أنا بعوض في دي، زائد 4 سين يعني 4 في 5 ميم، زائد كاف ناقص الواحد هيساوي، طبعا انا مش مهندس، هيساوي داله السالب ميم، يبقى دي سالب في سالب ميم الكل تربيع، زائد 4 في سالب ميم زائد الكاف ناقص الواحد. كاف ناقص واحد هشيلها مع كاف ناقص واحد، هنا 5 ميم الكل تربيع ب 25 ميم تربيع، وقبلها سالب يبقى سالب 25 ميم تربيع، وهنا 4 في 5 يبقى موجب 20 ميم، هنا سالب ميم الكل تربيع يبقى سالب ميم تربيع، و4 في سالب ميم يبقى سالب 4 ميم. حلو جدا، هعمل ايه؟ هجيب دي هنا، السالب 25 هتيجي بموجب وفي سالب 1 يبقى 24 ميم تربيع، وهجيب دي هنا ال 20 هتيجي بالسالب وفي 4 يبقى سالب 24 ميم، الكلام ده بيساوي صفر. انا هاخد من هنا يا باشمهندس دي 24 برضه، هاخد ال 24 ميم عامل مشترك، فيفضل لي ميم ناقص الواحد بتساوي صفر. يبقى انا عندي حلين، يا اما الميم تساوي صفر، يا اما الميم تساوي موجب 1. تمام كده؟ تمام. بس خلي بالك لو الميم بتساوي صفر هيبقى النقطة دي 5 في صفر بصفر، هل ينفع نقطة بقى دي بصفر؟ لا، يبقى الصفر ده مرفوض، يبقى أكيد إن الميم بواحد، يبقى أكيد إن النقطة ب 5 في 1 اللي هي 5 وصفر، دي النقطة بقى. والنقطة أ عبارة عن سالب ميم، يعني سالب في 1 بسالب 1 وصفر، يبقى أنا كده عرفت النقطة ب وعرفت النقطة أ. هو عايز مني قيمة الكاف، عوض بأي نقطة في المنحنى، وليكن النقطة 5 وصفر، هتشيل الدال س اللي هي ص وتحط مكانها صفر، يبقى بالصفر بيساوي سالب س تربيع يبقى سالب 5 تربيع اللي هي سالب 25، زائد 4 س 4 في 25، زائد الكاف ناقص الواحد. حلو جدا، يبقى الصفر بيساوي
سالب 25 زائد 20 يبقى سالب 5. سالب 5 وسالب 1 يبقى سالب 6، يبقى دي كاف ناقص الست. ودي للناحية التانية يبقى الكاف بتساوي 6، يبقى قيمة الكاف بتساوي 6 يا باشمهندس. خلاص بكده يبقى الحمد لله خلصنا تمارين الدرس الرابع والأخير في الوحدة الأولى جبر، ويبقى احنا كده خلصنا وحدة جبر بالكامل، وحدة حساب مثلثات بالكامل. هنمشي إن شاء الله بقى درس جبر، درس هندسة بأمر الله، هفضل لنا وحدة جبر ووحدة هندسة وبعد كده الإحصاء بأمر الله. هننزلهم زي ما أنت متعودين حصتين في الأسبوع، ننتهي منهم بدري بدري، وإن شاء الله هحل لك الامتحانات كاملة بأمر الله. كده وصلنا لآخر حصة النهاردة، أتمنى أن أكون أفيدك، أتمنى أكون وصلت لك المعلومة بطريقة سهلة وبسيطة. إيه لو استفدت اشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. أشوفك على خير في الفيديو الجاي. كان معك مهندس حسام من قناة حسام ميرا رياضيات، وشكرا جدا.